صباح الخير يا دكاترة. النهاردة هنتكلم على السمول فور جيستيشنال ايج واللارج فور جيستيشنال ايج. الاساميهم التانية ممكن تبقى اي جي ار وماكروسوميا. اي جي ار اللي هو انترا يوتراين جروس ريستريكشن، كان زمان بيقولوا عليه اي جي ار اللي هو انترا يوتراين جروس ريتارديشن، بس كلمة ريتارديشن دي مش لطيفة قوي، وبعدين بتدي امبريشن ان هي منتل يعني مش وحتى ايفن منتل يعني ما حدش برده بقى بيستخدمها قوي دلوقتي اثيكال، فما بقيناش نستخدم كلمة ريتارديشن او انترا يوتراين جروس ريتارديشن، بقت انترا يوتراين جروس ريستريكشن. اوكي، وبعدين اسمها الثاني سمول فور جيستيشنال ايج، وفي ماكروسوميا. ماكروسوميا يعني البيبي كبير، او لارج فور جيستيشنال ايج. كلمه سمول فور جيستيشنال ايج ولارج فور جيستيشنال ايج تعتبر اعم. ليه اعم؟ هو يعني ايه الاول سمول فور جيستيشنال ايج، وايه هو الافريج اوف جيستيشنال ايج؟ ما هو طالما عندي سمول فور جيستيشنال ايج يبقى اكيد، وعندي لارج فور جيستيشنال ايج اكيد يبقى عندي افريج اللي هو بينهم بقى الافريج فور جيستيشنال ايج. هو دول معناهم ايه؟ يعني ايه سمول ويعني ايه لارج؟ يعني سمول او يعني اصغر او اكبر من الريفرنس بتاعنا، يبقى لازم عندنا ريفرنس، يبقى في جروس كيرفز معينه مرسومه او مكتوبه او معروفه وموجوده على الكمبيوتر في اي الترا ساوند ماشين، بيبقى في جروس كيرفز اللي هي ستاندردايزد الستاندرد جروس كيرفز بتاعت البيبي، بحيث ان احنا ايه لما نيجي ناخد ميجرمنتس للبيبي باي بارايتال وابدومينال سيركمفرنس وهاد وكلام من ده، في الاخر بيطلع لي اخبار الابدومينال سيركمفرنس بتاع البيبي ده ايه، هل هو وزن الجروس كيرفز دي ولا تحتيها او فوقيها، يعني اقل من الجروس كيرفز او فوقيها. برضو بيروح مطلع يعني بيبقى الجروس كيرف بيترسم لنا كده في الاخر، يعني هو ده النورمال جروس كيرف من اول اللي هو ما هو اي نورمال للابر نورمال واللور نورمال، يعني هو ده الريفرنس بتاعنا خلاص. بيبقى ممكن اللور اند بتاعه ايه بس لور نورمال، يعني كل ده يبقى نورمال رينج، كل ده يبقى نورمال رينج خلاص. فكل ده عندنا النورمال، فممكن يبقى في الابر نورمال، ده الابر نورمال وده اللور نورمال. طيب اللي يقع تحته يعني لو طلع الجروس كيرفز اللي انا بشوفه للبيبي بتاعي ابدومينال سيركمفرنس او هايت سيركمفرنس او فيمر لينث او اي حاجه انا بقيسها للبيبي وقعت هنا، دي نورمال ولا مش نورمال؟ ده نورمال، لان هي وزن الرينج بتاعي اللي هو من اللور للابر. طب افرض ان هي جت هنا، دي لا مش نورمال، دي سمول، دي سمول، دي اقل من النورمال، كمان اقل من لور نورمال خلاص. ولو بتقع هنا برضو دي مش نورمال لان دي اكتر من الابر نورمال اكسبتبل. فاحنا عندنا في رينج للور نورمال والابر نورمال، ده نورمال، وليه رينج ما بين اللور نورمال والابر نورمال. اللور والابر ده من ايه؟ من اول ال 10 بيرسنتايل لحد 90 بيرسنتايل، دي اللي احنا اكسبتبل. لكن لو البيبي بيقع في الجروس كيرف ده سواء استيميتد فيتال ويت او الابدومينال سيركمفرنس او الهيد سيركمفرنس او باي برايت اي ميجرمنت احنا بناخده، بيطلع له هذه الجروس كيرف ويترسم لي الكيرف بتاع البيبي اللي انا بعمل له الترا ساوند ده وزن النورمال الكيرفز الستاندردايزد اللي هي معروفه لكل الجستيشنال ايج ده. يعني لو انا بعمل الجروس كيرفز ده للبيبي او فيتس 24 اسبوع، هيروح مطلع لي الجروس كيرفز بتاعت ال 24 اسبوع ويرسم لي الجروس كيرف بتاعت البيبي اللي انا بعمله ده هي بتقع فين بالنسبه لاي بيبي عنده 24 اسبوع خلاص. فاعرف اذا كان هو في الافريج اللي هو من 10 ل 90 بيرسنتايل ولا اقل من كده، يعني طلع 7 او 8 او 1 بيرسنتايل يبقى ده هيبقى سمول او لو فور جيستيشنال ايج، واذا كان طلع اعلى من كده هيبقى لارج فور جيستيشنال ايج. فبالتالي دول جروس كيرفز معروفه وستاندردايزد وحطها الساينتست وبقت خلاص بقت موجوده بروجرامد في كل الترا ساوند ماشين، عشان مهم جدا في الاخر يطلع لي ريبورت عشان اعرف اللي انا بعمله للبيبي ده هل ده نورمال، الجروس كيرف بتاعته طبيعيه، هو الجروس بتاعه نورمال. هو ده اللي احنا بنعمله في الثيرد تريمستر، لان احنا قلنا في الفيرست تريمستر بشوف هو واحد ولا اكتر واذا كان انترا يوتراين ولا اكسترا يوتراين. في السكند تريمستر بعمل اسسمنت لاي كونجنتال انوماليز موجوده. في الثيرد تريمستر بشوف الجروس بتاع البيبي اخباره ايه، وزن النورمال، النورمال يعني من 10 من 10 ل 90 بيرسنتايل ولا اب نورمال اقل من ال 10 بيرسنتايل او اكتر من ال 90 بيرسنتايل. لو هو طلع اقل من ال 10 بيرسنتايل ده بنسميه سمول فور جيستيشنال ايج، يعني اصغر من المفروض بالنسبه لهذا الجيستيشنال ايج، ولو طلع اكتر من كده يبقى بسميه لارج فور جيستيشنال ايج، يعني هو اكبر من المفروض لهذا الجيستيشنال ايج. ولو وقع ما بين ال 10 لل 90 بيرسنتايل هقول عليه افريج فور جيستيشنال ايج، يعني ده الطبيعي بالنسبه لاي جيستيشنال ايج، هو ده الطبيعي، ده افريج البيبي اللي انت عماله تعملي له الترا ساوند ده افريج فور جيستيشنال ايج. فبالتالي لما اعمل الترا ساوند حتى يعني سنجل الترا ساوند
مش محتاجه ان انا يعني اشوف اريبيتو ليه؟ لان هو هيروح رسم لي على طول من الترا ساوند واحد اذا كان ده افريج ولا لارج ولا سمول فور جيستيشنال ايج. لو انا مثلا لقيته بوردر لاين في حاجه معينه، لو لقيته بوردر لاين هو اللي ممكن احتاج اعمل ريبيتيشن للالترا ساوند عشان اشوف البوردر لاين ده دلوقتي بقى اخباره ايه، رجع بقى باك تو نورمال، كاتش اب في الجراس بتاعه بقى باك تو نورمال، ولا لا ده فضل برده يعني بوردر لاين، ولا بقى نزل للسمول، ولا ايه وضعه. فانا لو عملت ريبيتيشن كويس ده معناه ان انا لا كان عندي مشكله في السونار الاولاني. عشان كده بنقول ان هو الالترا ساوندز اللي احنا محتاجينها واللي بيبقوا كفرد بالانشورنس واللي فعلا محتاجينه اول ثرو البريجننسي هم ثلاثه بس، الاولاني اللي هو فيرست ترايمستريك الترا ساوند عرفنا بنعمله ليه، والثاني اللي هو عشان السكند ترايمستريك عشان الاسسمنت اوف كونجنتال انوميلي، والثيرد عشان اشوف الجراث بتاع البيبي اذا كان هو افريج فور جيستيشنال ايج ولا سمول ولا لارج. لو لقيته بقى ابنورمال يبقى كده انا جاستيفايد ان انا اطلب ان انا اعمل الترا ساوند ثاني عشان اساس الجراث بتاع البيبي ده، لانه في الاول ما طلعليش افريج فور جيستيشنال ايج، ده نفس السونار اللي انا عملته للبيبي طلع يا سمول يا لارج يا اما بوردر لاين. فانا دلوقتي عايز اعرف الجراث بتاعه اخباره ايه عشان بتاع البيبي ده سبيسيفيكلي عشان اعرف المانجمنت بتاعه هيبقى ازاي. فعشان كده السونار اللي هو بتاع الثيرد تريمستر ده مهم ان هو يتعمل عشان اعرف هل الجراث بتاع البيبي اللي انا بعمل له الترا ساوند البيبي ان كويستشن اللي احنا بنتساءل عليه ده نورمال بالنسبه لكل الريفرنس كيرفز بتاعتنا، وان هو افريج فور جيستيشنال ايج يعني بيقع ما بين ال 10th وال 90th برسنتايل، ولا ده طلع ابنورمال الجراث كيرف بتاعت البيبي سواء ابدومينال سيركمفرنس. حتى بيطلع لك انت تقول له عايز الجراث كيرف بتاعت الابدومينال سيركمفرنس، عايز بتاعت البايبرايتال، عايز بتاعت الفيمر لينس، طب عايز بتاعت الاستيميتد فيتال ويت. فبيطلع لك اذا كان البيبي ده نورمال وماشي في او افريج ماشي في الافريج كيرفز بتاعت كل الحاجات دي، ولا ابنورمال او ماشي في ابنورمال كيرف بالنسبه لكل واحد من هذه الاشياء. فبتطلع في الاخر تقول ايه هو افريج فور جيستيشن ايج بالنسبه للابدومينال سيركمفرنس، هو افريج فور جيستيشن ايج مثلا بالنسبه للفيمر لينس، لكن هو سمول فور جيستيشن ايج بالنسبه مثلا للبايبرايتال او كده. طب الاستيميتد فيتال ويت بتاعي في الاخر ايه؟ مطلع لك هل هو افريج ولا سمول ولا لارج. الكونسبت ده واضح لان ده مهم، مهم نبقى فاهمين الترمينولوجيز دي، يعني ايه افريج فور جيستيشنال ايج، يعني ايه سمول فور جيستيشنال ايج، يعني ايه لارج فور جيستيشنال ايج. طيب هل ممكن البيبي يبقى طبعا الافريج فور جيستيشنال ايج ده نورمال فيتس مش كده ولا ايه؟ ده افريج فور صح ولا ايه يا دكاتره؟ طيب السمول فور جيستيشنال ايج ده هل كلهم ابنورمال ولا ممكن يبقى نورمال؟ ممكن يبقى نورمال امتى؟ لو الام هي نفسها صغيره، يعني لو ام هي صغيره يعني ايه صغيره؟ يعني هي كلها البي ام اي بتاعها قليل، هي كانت بدايه الحمل مثلا وهي 40 كيلو 42 كيلو خلاص هي اساسا وزنها قليل، فبالتالي كل النيوترينس اللي هتديها هي بتاخد نيوترينس قليله هتدي العيل نيوترينس قليله هيطلع العيل صغير برده ماشي. فطبعا او حتى دايما بنقول سمول ماذرز برينج سمول بيبيز ولارج ماذرز برينج لارج بيبيز، يعني منطقيه لو هي اساسا كانت باديه الحمل بي ام اي عالي وكانت هي من الناس اللارج او الاوبيز او الضخمه هتبقى طبعا البيبي بتاعها كبير، لكن لو هي اساسا صغيره قليله يبقى البيبي بتاعها برده هيبقى صغير خلاص. وده على فكره ده من رحمه ربنا عشان ما ينفعش ان يبقى هي سمول ويبقى البيبي بتاعها افريج فور جيستيشنال ايج، هيبقى ديفينتلي كبير على البلفس بتاعها مش هينفع انها تولد طبيعي. فلو هي الام مثلا لقيناها باديه الحمل مثلا 40 كيلو 42 45 كيلو يبقى انا ايم اكسبكتنج ان البيبي بتاعها يبقى صغير برده، يعني الطبيعي يبقى مثلا 2 كيلو 2 كيلو 100 2 كيلو ل 100 يعني حاجه كده يعني، وهينفع طبعا ده يعدي من الحوض بتاعها. طب هل ده هيبقى حاجه باثولوجيكال؟ لا ده مش هيبقى حاجه باثولوجيكال، ده هيبقى حاجه فيزيولوجيكال طبيعي، لان هي الام صغيره كونستيتيوشنال سمول فهتبرينج بيبي برده كونستيتيوشنال سمول، ده عادي. طب هفرقه ازاي؟ هعرف منين هل البيبي ده هو صغير عشان ده طبيعي بالنسبه له ولا صغير عشان حاجه ابنورمال؟ ممكن اعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، لان هو لو حاجه اب نورمال بالنسبه للبيبي هتبقى البلاسنتال نيوتريشن او البلاسنتال برفيوجن وحشه، فبالتالي هلاقي مثلا الدوبلر او الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج مش كويس عشان كده البيبي بقى صغير. طبعا ممكن ان انا الاقي كده. ايه كمان؟ ايه رايكم؟ ممكن اشوف يعني من الاول، يعني هي جات لي العيانه اول مره اشوفها وعملت لها الترا ساوند لقيت البيبي ده سمول فور جيستيشنال ايج، طيب هقول لها انت العيل بتاعك صغير في مشكله يا مدام ولا لا انت العيل بتاعك زي الفل؟ جايه بتقول لي انا عملوا لي سونار بره قالوا لي العيل صغير وانا خايفه قوي وقلقانه وعايزين يولدوني قيصري عشان العيل ما بيكبرش.
طيب اعمل لها سونار الاقي فعلا سمول فور جستيشنال ايج، يعني اقل من ال 10 برسنتايل. طيب هقول لها اه فعلا كلامهم صح، فاحنا محتاجين نولد قيصري ونولد دلوقتي عشان العيل بتاعك وحش جوه وما بيكبرش، ولا اقول لها لا لا ده عادي بالنسبه لك يا مدام. طبعا هبص على الهيستوري وهبص على الست نفسها الاول، لو لقيت ان هي سمول وبتاع ده هيبقى ماشي تورز ان هو نورمال، لو لقيتها ان هي عاديه وافريج يبقى ده بالنسبه لها مش ده الطبيعي، المفروض كان البيبي اكبر وبعدين ياخد منها هيستوري. طب انت هايبرتنسيف، طب انت دايابيتك، طب انت عندك كاردييك بروبلمز، طب ماشي على ميديكيشنز عشان اشوف اذا كانت في حاجه باثولوجيكال موجوده ولا لا. خلاص يعني باي هيستوري كويس واكزامينشن، بالذات جنرال اكزامينشن بالنسبه لنا، الويت والهايت والبي ام اي بتاعها وكده ده مهم. وبعدين بعد كده بقى ابتدي اعمل لها بقى اسسمنت اوف فيتال ويل بينج واشوف البيبي اخباره ايه، اشوف البيبي هو كويس جوه ولا مش كويس، النون ستريس تيست، الباي فيزيكال بروفايل، الدوبلر ستادي. ودي اللي ممكن اطلب منها واحد كمان يعني بعد كده، لا احنا محتاجين بعد اسبوعين لو لقيت الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج كويسه هطلب منها بعد اسبوعين احنا نريبيت تاني السونار نشوف الجراس كيرفز بتاعه البيبي اخبارها ايه، هل بقت كاتشت اب ولا لسه برده هو سمول فور جستيشنال ايج. طبعا لو لقيت الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج مش كويس يبقى خلاص همانج، مش هقول لها تعالي لي بعد اسبوعين يكون البيبي مات، مش كده ولا ايه؟ احنا بس بنشوف اوفر فيو يعني بنفكر في الست اللي هي جايه ولقينا ان احنا عملنا الترا ساوند طلع البيبي سمول فور جستيشنال ايج، هنعمل ايه الاول؟ اعرف هو فيزيولوجيكال ولا باثولوجيكال عشان هيترتب عليه ان انا اعرف انا محتاجه اعمل مانجمنت ولا مش محتاجه. هو ده الطبيعي بالنسبه لك، يعني انت صغيره وقليله فهو البيبي عشان كده ده صغير وقليل عادي، بس هو زي الفل يعني اول لما يتولد ما فيهوش اي مشكله خالص، ما فيهوش حاجه كونستيتيوشنال فيها مشكله، يعني مش مثلا البرين فيه مشكله، الهارت بتاعه لا هو كله فانكشنينج نورمال، بس هو حجمه صغير ماشي لما يتولد وياكل شويه اكتر هيبتدي ان هو يكبر عادي، او هيبقى جيناتيكلي زيك انت وجوزك وبتاع عادي يعني، يعني هو انتوا طبيعي كده. فيعني بس محتاجه اشوف هي الكاتيجورايزيشن بتاعها ده نورمال ولا ده اب نورمال، خلاص عشان اقدر ان انا بلان فور مانجمنت للعيانه. متخيلين الكونسبت يا دكاتره؟ يعني هو ايه الهدف من قصه يعني نعرف يعني ايه سمول فور جستيشنال ايج ولارج؟ عشان كده انا كتبته في العنوان سمول، ما كتبتوش اي جي ار، لان انا وانس قلت اي جي ار انا يعني اتكلمت على نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال بالظبط كده. انا وانس ان انا كتبت كلمه اي جي ار، لا انا كده اي اكسكلودد ذا نورمال وبقيت بتكلم على حاجه اب نورمال، فما ينفعش ان انا بعد كده اقول لك الاي جي ار ده ممكن يبقى سمول فور جستيشنال ايج وده كونستيتيوشنال وده طبيعي، او يبقى اي جي ار نفسه يعني ما هو مش كده ولا ايه؟ يعني ما ينفعش الاب نورمال في الاخر اروح قايل لك ده ممكن يبقى نورمال او اب نورمال. ممكن يبقى ميس كالكوليشن وهي بتقول لك انا في التاسع وهو البيبي، ممكن يبقى ميس كالكوليشن، هيبان لك برده بالجراس كيرفز وانت بتعملها ان هو لا ده بيقع مش عند 40 اسبوع زي ما هي بتقول، ده بيقع في الجراس كيرف بتاع 36، جت بعد اسبوعين لقيتها في 38 ما لقيتهاش بقى في 36، فلقيت ان هو بيكبر بس على الاساس اللي احنا كنا فيه، فهي تبقى فعلا عامله ميس كالكوليشن. اوكي واضح الكونسبت يا دكاتره؟ واضح الترمينولوجيز؟ لان الترمينولوجيز مهمه، يعني هو لما يقول لك سمول فور جستيشنال ايج على طول انت هتبقى عايز تعرف هو سمول ده نورمال ولا سمول ده اي جي ار، لكن لو قال لك اي جي ار خلاص هو اي جي ار، هو مش ممكن يبقى سمول فور جستيشنال، هو اي جي ار، والاي جي ار ده تبتدي بقى تتكلم عليه هو سيمتريكال ولا اي سيمتريكال. ماشي؟ وطبعا لو قال لك لارج فور جستيشن نفس القصه، لو قال لك البيبي ده لارج فور جستيشنال ايج، يعني المفروض ان هي دلوقتي مثلا 38 ولا 40 اسبوع، بعملها الترا ساوند بشوف الابدومينال سيركمفرنس والفيمر والهيد والكلام ده، وبعدين بعمل استيميتد فيتال ويت، المفروض ان هو يبقى الطبيعي 3 3.5، هو ده العادي في شهر اخر الشهر التاسع، لقيته ان هو 4 كيلو 4.5 كيلو، طب هل ده نورمال ولا اب نورمال؟ هشوف هل هو لارج فور جستيشنال ايج ديو تو كونستيتيوشنال، هي الام كبيره فبالتالي هو فيزيولوجيكالي كبير برضو عشان الام كبيره، ولا لا ده ماكروسوميا وحاجه اب نورمال ليه؟ عشان مثلا الام دي دايابيتك، عشان في عندنا مشكله بوستيرم والبلاسنتا بتفانكشن نورمال، فعشان كده البيبي ده بقى ماكروسوميا، حاجه باثولوجيكال وليست حاجه فيزيولوجيكال، يعني الام هي جسمها عادي بس البيبي هو اللي طلع كبير عشان مثلا هي دايابيتك وانكنترولد، فبالتالي الانسولين والانسولين ده جراس فاكتور وكده، عشان هي بوستيرم او باس ديت والبلاسنتا بتفانكشن نورمال ولا هي فيها ايجنج ولا فيها كالسيفيكيشن ولا حاجه، فعماله تدي غذاء والبيبي عمال يكبر. اوكي فبقى عارفه بس انا بتكلم على حاجه فيزيولوجيكال ولا باثولوجيكال، عشان هتفرق طبعا. لو هي باثولوجيكال هيبقى اول حاجه عايز اعملها تريتمنت اوف ذا كوز او كنترول للكوز، لو عندها هايبرتنشن اكنترول هايبرتنشن، لو هي لا عندها دايابيتس اكنترول الدايابيتس، لكن لو هي كونستيتيوشنال خلاص انا مش محتاجه اعمل حاجه، هو ده طبيعي بالنسبه لك، لكن الفانكشن الاورجنز بتفانكشن نورمالي بتاعه البيبي. واضح يا جماعه؟
يبقى كلمه سمول فور جيستيشنال ايج يعني البيبي اقل من ال 10 بيرسنتايل من الجروس كيرفز، يعني ريفيرد الريفرنس ليا 10 بيرسنتايل ده ايه اوف ذا جروس كيرفز النورمال جروس كيرفز بتاعت البيبي، او لارج فور جيستيشنال ايج يعني الفيتال جروس ده اكتر من 90 بيرسنتايل اوف ذا جروس كيرفز بتاعت البيبي. سو الجروس كيرفز دي بتاعت الابدومينال سيركمفرنس فيمر باي بارايتال هيد سيركمفرنس استيميتد فيتال ويت اي جروس كيرفز بتاعت البيبي ده ات ا سيرتن جيستيشنال ايج. فده بالنسبه للديفينيشن بتاعتنا. طب الايتيولوجي بتاع السمول فور جيستيشن ايج، ليه البيبي ممكن يبقى سمول فور جيستيشن ايج؟ ممكن يبقى كونستيتيوشنلي سمول عشان امه صغيره فهو عشان كده طلع صغير خلاص، فيبقى كونستيتيوشنلي سمول وده حاجه نورمال، ده حاجه فيزيولوجيكال، ده ما فيش اي مشكله يا مدام بنكمل حملنا عادي خالص ما فيش اي حاجه. وحتى لو انت عايز تطمن تعمل لها اساس توقفيه طول البنج هتلاقيه كويس، لو بعد اسبوعين انت جيت تشوف البراس كيرف هتلاقي البيبي عمال يكبر مش ان هو واقف ونموه او حاجه، هتلاقي البيبي نموه مستمر عادي بس هو كده كده كونستيتيوشنلي سمول عشان امه صغيره، فده ما عندناش فيه مشكله، ده فيزيولوجيكال. التاني بقى اللي هو الاي جي ار، خلاص يعني سمول فور جيستيشن ايج ممكن يبقى كونستيتيوشنلي سمول اللي هو فيزيولوجيكال، او يبقى حاجه باثولوجيكال اللي هو اي جي ار او انتراوترين جروس ريستريكشن، يعني لا الجروس بتاع البيبي بقى ريستريكتد، الجروس بتاع البيبي بقى فيه مشكله خلاص مش ماشي مع الكيرفز. وفي نفس الوقت برده لو جيت ان انا ريبيت الجروس كيرفز تاني هلاقي ان دايما في ديلي ما بين الريفرنس وما بين البيبي اللي انا بعمل له الترا ساوند ده، فده اللي اسمه اي جي ار او انتراوترين جروس ريستريكشن، وده اللي احنا بنفرقه ما بين يعني بنفرق او يعني ليه تو تايبس اوف اي جي ار، في حاجه اسمها سيمتريكال اي جي ار واي سيمتريكال اي جي ار. طيب والسيمتريكال والاي سيمتريكال دول هل ممكن اتلخبط بيهم مع اول الترا ساوند اعمله ما بينه وما بين الكونستيتيوشن سمول؟ السيمتريكال طبعا طبعا السيمتريكال، ما هو سيمتريكال كله صغير كويس، هو ده اللي ممكن يلخبطني مع الكونستيتيوشن سمول. لكن الاي سيمتريكال، الاي سيمتريكال ده يعني مش كله صغير، ده في حاجه منه كبيره يعني او ماشيه مع الجستيشنال ايج يعني عاديه والباقي بتاعه صغير اوكي. فعندي ممكن يبقى تو تايبس اوف اي جي ار، يا اما سيمتريكال اي جي ار يعني كل العيل صغير راسه بجسمه يعني كل حاجه فيه صغيره، يعني هو سيمتريكلي صغير على بعضه كده متناسق جسمه براسه بكل حاجه وكل حاجه صغيره. او اسيمتريكال، اسيمتريكال اي جي ار يعني جسمه مش متناسق مع دماغه، راسه كبيره او راسه عاديه، الاكتشوالي هي راسه عاديه نورمال، الراس هي نورمال فور جيستيشنال ايج او الراس افريج فور جيستيشنال ايج او الباي بارايتال والهيد سيركمفرنس average for gestational age، لكن الابدومينال سيركمفرنس والترانك بتاع البيبي هو اللي سمول فور جيستيشنال ايج، عشان كده بقى شكله غير متناسق، او لو جيت تعمل الهيد سيركمفرنس تو ابدومينال سيركمفرنس ريشيو هيبقى فيهم ديسكريبنسي، هيبقوا مش ماشيين مع بعض. لكن السيمتريكال اي جي ار لو جيت تعمل الهيد سيركمفرنس لابدومينال سيركمفرنس ريشيو هيبقوا متناسقين او ماشيين مع بعض اوكي. ففي السيمتريكال اي جي ار انت عندك الهيد سيركمفرنس والابدومينال سيركمفرنس الريشيو ما بينهم نورمال، لكن في الاسيمتريكال اي جي ار الريشيو ما بين الهيد سيركمفرنس والابدومينال سيركمفرنس اب نورمال، مش متناسقين مع بعض ومش ماشيين مع بعض. طيب انهي يطمنك اكتر، السيمتريكال ولا الاسيمتريكال؟ يعني لو انت بتعمل الترا ساوند ولقيت ان هو انت عندك البيبي لازم 10 بيرسنتايل ابتديت تقلق خلاص، لازم 10 بيرسنتايل ابتديت تقلق، طيب ابتديت اشوف طيب هو سيمتريكال يعني كل الميجرمنتس بتاعته اقل من 10 بيرسنتايل ولا بعض الميجرمنتس بس، لقيت انه في واحد منهم سيمتريكال والتاني اسيمتريكال، انهي اللي تقلق منه اكتر؟ مين بيقول سيمتريكال عشان ابقى فاهمه بس؟ سيمتريكال هو اللي نقلق منه اكتر. طيب مين بيقول الاسيمتريكال هو اللي نقلق منه اكتر؟ هو شكلا هيبقى مضايقك الاسيمتريكال يعني شكله مش متناسق يعني في مشكله، لكن هو ايه اللي حصل؟ ايه الميكانيزم؟ ايه الباثولوجي؟ ايه الميكانيزم اللي حصل؟ اللي حصل ان هو البيبي ده محطوط تحت ستريسفل كونديشنز فانت لما تبقى في ستريسفل كونديشن او زي في الشوك وكده بيحصل ريديستريبيوشن اوف بلاد، ريديستريبيوشن هو من نفسه بيعمل ريديستريبيوشن اوف بلاد، ده ليه؟ بيروح للموست امبورتنت اورجنز اون ذا اكسبنس اوف ليست امبورتنت اورجنز، فهيروح مودي طبعا اهم حاجه بالنسبه للبيبي البرين لان هو اللي بيدومينيت هو بالكنترول كل الحاجات، فهيروح دم اكتر او هيحصل ريديستريبيوشن اوف بلاد للبرين فيرست اوكي، فيروح للبرين فيحصل جروس للبرين وللهيد وللباي بارايتال والابدومينال سيركمفرنس سوري وللهيد سيركمفرنس ده زي الافريج، لكن ما عندوش كميه دم كفايه للباقي بقى لان هو اندر ستريسفل كونديشنز جوه، فبالتالي هيقل الدم اللي رايح للترانك والابدومينال سيركمفرنس والحاجات دي، فهتبقى هي دي سمول فور جيستيشنال ايج
هو البرين هيفضل average for gestational age. لكن طب نشوف ايه اللي بيحصل بقى في السيماتريك. لا السيماتريك الاي جي ار طالما هو مش constitutional انا excluded normal. بتكلم على سيماتريك الاي جي ار هو اي جي ار وليس small for gestational age. ايه اللي بيحصل بقى في السيماتريك الاي جي ار؟ برضو under stress في situation بيبي ده برضو under stress وعنده intrauterine fetal distress. خلاص طيب بيعمل ايه؟ هو المفروض ان هو يبقى عنده compensated enough انه يعمل redistribution of the blood. لكن هو دي compensated مش عارف حتى يعمل redistribution ده او مفيش دم كفاية انك انت تعمله redistribution فكل الorgans even حتى البرين مش قادرة تاخد الكمية الكافية فقل الدم اللي رايح للبرين وللترنك ولكل حتة فكلهم بقوا restricted في الجراث. فبقى عندك الهيد small for gestational age والترنك small for gestational age فالاتنين بقوا عندهم distribution ريبيوشن بلاد قليل او يعني البلاد او البرفيوجن اللي رايح وبالتالي الجراث للاورجنز دي سواء كان للبرين او للجسم الاثنين بقوا قليلين فالبيبي بقى سمول فور جيستيشن ايج في دماغه وسمول فور جيستيشن ايج في الترانك بتاعه. فتفتكروا دلوقتي انهي يبقى مقلق اكتر بالنسبه لك بعد ما عرفنا الميكانيزم ليه بيحصل سيماتريكال وليه بيحصل اي سيماتريكال؟ انهي يبقى مقلق اكتر بالنسبه لنا السيماتريكال ولا الاي سيماتريكال؟ السيماتريكال. السيماتريكال بالرغم ان هو شكله متناسق لكن actually طالما ان هو مش small for gestational age constitutional يعني لكن actually لا ده انت كده عندك مشكله في البرين وفي الفانكشنز بتاعه البرين فلما ينزل البيبي ده هيبقى عنده intrinsically مشكله intrinsically في البيبي مشكله. لكن بالنسبه للتاني اللي هو كان asymmetrical IGR غالبا البيبي كويس بدليل انه قادر يعمل هذا وكمبنساتوري ميكانيزم وريديستريبيوشن فانترنسيكلي البيبي كويس البيبي قادر يعمل يكمبنسيت ويعمل هذا الريديستريبيوشن. امال ايه المشكله؟ المشكله ان عنده اكسترنال فاكتور اوف ستريس جاي من الام يا اما بلاسينتا هايبو برفيوجن يا اما مثلا هي يعني هي هايبرتنسيف فبرضه البلاد اللي جاي له قليل فاكسترنسيكلي الام مصدره له ستريسفل كونديشن وبالرغم من كده هو هي از كومبنسيتد انف انه يعمل هذا الريديستريبيوشن. فدايما السيمتريكال اي جي ار دول بيبقوا ريليتد فيتال فاكتور ولا ماتيرنال فاكتور؟ فيتال انترنسيكلي البيبي هو اللي فيه مشكله فبالتالي حتى لما تولده لا ده دكاتره الاطفال هيلاقوا مشكله قويه جدا لانه انترنسيكلي البيبي فيه مشكله. ممكن يبقى بقى عنده كونجنتال انفكشن في البيبي ممكن فيتال كونجنتال اناماليز موجوده كروموزومال اناماليز في البيبي يعني حاجه انترنسيكلي في البيبي غلط فده اللي هيبقى يعني حتى انك انت تيجي تعالجها ده البيبي فيه مشكله جوه. لكن الاسيماتريك الاي جي ار معظمهم بيبقوا ماتيرنال كوزس معظمهم ماتيرنال كوزس فهو اكسترنسيك فاكتورز هي اللي فيها مشكله فلما تولد البيبي خلاص انت شلت الستريسفل سيتويشن اللي كانت موجوده نتيجه للام لان هي كانت ماتيرنال فاكتورز سواء كانت هايبرتنشن البرفيوجن بتاعه البلاسينتا قليله لاي سبب ايجنج اوف ذا بلاسينتا بلاسينتال ابربشن وات ايفر كان ايه السبب بس هو كان اكسترنسيك يعني البيبي نورمالي كروموزومالي كويس ما فيهوش كونجنتال اناماليز ما فيهوش فيتال انفكشن فبالتالي لما تولد هذا البيبي لا هتبقى الفاكتورز بتاعته كويسه ويقدر يجرو ويكاتش اب بمنتهى السهوله ده هو البرين بتاعه كان كويس وديفلوبت كويس والجراس بتاعه كويس هي مشكلته بس في الترنك ياكل شويه زياده مش عارف ايه هتلاقي ان هو كله بقى زي الفل. واضح مهم جدا ان احنا نعرف الفرق ما بينهم والباثولوجي والاساسي بتاعي ايه عشان اقدر بعد كده اعرف ابلان المانجمنت واقلق امتى وامتى بقى محتاجه لا ايميديت انترفنشن وامتى بقى لا انا عادي يعني ما عنديش مشكله كبيره وانا براحتي شويه. اوكي عشان بس نبقى احنا متخيلين هو ده عباره عن ايه. طيب هل بنقابل بنفس الانسنس سيماتريكال واي سيماتريكال؟ لا الحمد لله من رحمه ربنا ان احنا بنلاقي ان السيماتريكال ده اللي هو انترنسيك فاكتور اللي هو مشكله اقوى وكده ده 20% بس من الحالات بتاعه الاي جي ار بتبقى 20% سيماتريك الاي جي ار و80% بتبقى اي سيماتريك الاي جي ار. كويس ف80% هتبقى الكوزس اللي هي الماتيرنال او الاكسترنال او الاكسترنسيك و20% بس هي اللي هتبقى فيتال فاكتورز اللي هي تعمل لك سيماتريك الاي جي ار اللي هو يبقى عندك البيبي ده فيه كونجنتال اناماليز او كروموزومال اناماليز او فيتال يعني في مشكله في الديفلوبمنت بتاع البيبي. فدي الاسباب بتاعه السمول فور جيستيشنال ايج يعني سمول فور جيستيشنال ايج ده ممكن يبقى كونستيتوشن ونورمال او يبقى اي جي ار والاي جي ار نفسه ممكن يبقى سيماتريكال واي سيماتريكال. السيماتريكال ده 20% وده بيبقى انترنسيك يعني ايتيولوجي للبيبي البيبي نفسه هو اللي فيه مشكله والاي سيماتريكال ده 80% وده بيبقى ماتيرنال كوزس او السبب بتاع هذا الاي جي ار ديو تو ماتيرنال فاكتور وليس ديو تو فيتال فاكتور. طيب هتجي لك الست تشتكي من ايه بتاعت السمول فور جيستيشن؟ ما احنا جايه لنا هي يعني بتقول لك انا قالوا لي عيل صغير
انا بطني ما بتكبرش مش كده ولا ايه؟ يعني هتيجي تقول لك ايه انا بطني مش بتكبر، انا بطني صغيره على الحمل بتاعي، انا عملت سونار بره وقالوا لي عيل صغير. يعني هي دي الحاجه الشكوى بتاعتك، كلينيكال بيكتشر بتاعتها هتبقى بالمنظر ده. طيب هتعمل لها ايه لما تجي لك واحده كده؟ قبل الالترا ساوند هل في حاجه تحبوا تعملوها؟ اشوف اللاست منشر بيريد والاكسبكتد ديت اكونفيرم ان هي الجستيشنال ايج بتاعها، عشان انا كل مقارناتي بتبقى افريج 4 جستيشنال ايج، سمول 4 جستيشنال ايج، لارج 4 جستيشنال، فلازم اعرف الجستيشنال ايج اكيوريتلي. خلاص يا اما هي هتقول لي اللاست منشر بيريد بتاعتها امتى، يا اما كانت عامله فيرست رامستريك الترا ساوند، بحيث ان انا اتاكد بس من الجستيشنال ايج بتاعها ايه اللي انا هعمل عليه بقى الكومباريزن بتاعتي كلها، فاخد منها هيستوري واعرف امتى كانت اللاست منشر بيريد بتاعتها. وبعدين طبعا الجنرال اكزامينشن ان انا اشوف الويت والهايت بتاعها والبي ام اي بتاعها، عشان ابقى انا متخيله يعني الست دي. طبعا انت من نظره هتقدر تقول هي صغيره ولا كبيره كونستيتيوشنال، ماشي؟ يعني لو انت احتجت تعمل بي ام اي يبقى غالبا الست دي افريج، مش كده ولا ايه؟ يعني لان هي لو صغيره كلنا هنتفق انها صغيره، يعني لو هي ضخمه كلنا هنتفق بهذا. امتى هنحتاج نعمل بي ام اي؟ لو بقى لا انا شايفاها كويسه، لا انا مش عارف ايه، هو ساعتها اللي هتحتاج انك انت تعملها بي ام اي. بس طالما ان هو انت يعني سبوت دايجنوزس كده ما قلتش هي سمول او هي لارج، يبقى ساعتها اعمل لها البي ام اي عشان تتاكد هي سمول ولا هي لارج. فيبقى اول حاجه بنعملها هيستوري اللي هو عرفنا الجستيشنال ايج بتاعها ايه، خلاص. وبعد كده الجنرال اكزامينشن اللي هو الويت والهايت بتاع العينه. وبعدين بعد كده ايه؟ ابدومينال اكزامينشن. طبعا اتس فيري امبورتنت الابدومينال اكزامينشن ان انا اشوف الايه؟ فاندل ليفل بتاع العينه. وفي حاجه كمان اسمها سيمفيزيو فاندل هايت. هايت ده بيبقى بايه؟ يعني الفاندل ليفل ده بيبقى بايه؟ ال بالويكس بالظبط كده، فاندل ليفل بالويكس. يعني هي واصله لحد الامبليكس 24 اسبوع، ولا لحد زي في ستيرم 36 اسبوع ولا 40 اسبوع، يعني ده بيبقى بالويكس. وكل كل لما تاخد صباع فوق الامبليكس بيبقى بكام اسبوع؟ باسبوعين. خلاص، فده بالنسبه للفاندل ليفل، ده الفاندل ليفل اللي هو بيبقى بالاسابيع. في حاجه اسمها سيمفيزيو فاندل هايت. الهايت ده المفروض يبقى الميجرمنت بتاعه بايه؟ بالسنتي. اي هايت هو الميجرمنت بتاعه بالسنتي. ايوه، بعمل ايه في السيمفيزيو فاندل هايت ده؟ من اول السيمفيز بيوبس بتاع العينه، وده سهل، ده بون، فعادي ان احنا بنحسه السيمفيز بيوبس بتاع العينه كويس، لحد اخر الفاندل ليفل بتاعنا. بنجيب المزوره المتر ده وبنروح قايسين سيمفيزيو فاندل هايت ان سنتيمترز. اخباره ايه؟ المفروض ان هو من 20 ل 34 اسبوع للسنفيزيو فاندل هايت ده بالاسابيع زي السنتيمترز. خلاص، يعني هي لو مثلا 24 اسبوع وافرج 24 اسبوع، المفروض ان ده تلاقيه كام سنتي؟ 24 سنتي. لو هي 28 اسبوع 28 سنتي. عشان كده حتى الناس بتوع الماجستير، لان انتم مش مطلوب منكم اكزامينشن، بس الناس بتوع الماجستير لازم من ضمن الحاجات اللي بيخشوا بيها كده، زي ما انتم في البطنه بتروحوا بالسماعه ومش عارف بالتونر والفورك والكلام ده، هم عاديه لازم يجوا بمزوره طبعا، عشان لو هو دخل على واحده انتي نيتال كات يقيس فيزيو فاندل هايت ونشوف اذا كان نورمال ماشي مع الجستيشن ايج بتاع العينه ولا لا. هو طبيعي ان هو يبقى ماشي اكسبتبل لحد كام اسبوع فرق يا دكاتره؟ اسبوعين بالظبط. هو الافريج بتاعنا حتى دايما بنقول لك ايه؟ 40 اسبوع بلس اور ماينس 2 ويكس، يعني الديسكريبنسي وذين 2 ويكس هو ده الاكسبتبل. لكن لو كانت الديسكريبنسي اكتر من 2 ويكس كويس، يعني هي تقول لك هي 28 اسبوع وانت لقيت الميجرمنت بالسنتيمتر بتاعك 23 سنتي، ده نورمال ولا ابنورمال؟ لا ده ابنورمال، ده ديسكريبنسي اكتر من 2 اسبوعين او 2 سنتي، فده ابنورمال. خلاص، فهو الاكسبتبل لحد اسبوعين فرق او لحد 2 سنتي فرق. يعني هي لو قالت لك انا 28 اسبوع انت بتقيس بالمزوره لقيت ان هو 30 سنتي، ايه الاخبار؟ افريج، لان طالما ان هو فرق لحد اسبوعين او يعني 2 سنتي ده اكسبتبل، يعني ده الاكسبتبل رينج بلس اور ماينس اكسبتبل رينج اللي هو ال 2 ويكس. اوكي، لكن لو اكثر من كده، اكثر من 2 ويكس، لا يبقى ساعتها ده ان اكسبتبل او ده باثولوجيكال. يبقى احنا بنعمل ايه للعيانه لما تجي لنا؟ باخد منها هيستوري عشان اكونفيرم الجستيشنال ايج بتاعي، بعملها جنرال اكزامينشن عشان اشوف البي ام اي بتاعها اخباره ايه، هي سمول ولا لارج، بعمل لها ابدومينال اكزامينشن اللي هو فاندل ليفل وسيمفيزيو فاندل هايت عشان اشوف الجستيشنال ايج بتاعها بقى بالميجرمنتس بالكلينيكال. خلاص، وبعدين بس ما هو عشان كده احنا بنقول الفرق الاثنين سنتي دول، لان مش ممكن الفات يبقى اكتر من كده، يعني يعمل لك ديسكريبنسي اكتر من كده. عشان كده احنا بنقول الاثنين سنتي دول اكسبتبل، عشان يعني لو عندنا في فات فهو ده اللي عامل لك الفرق ده. اوكي، طيب بعد كده يبقى انت كده عملت لها الاول، اخذت منها الهيستوري وعملت جنرال اكزامينشن وعملت ابدومينال اكزامينشن في صوره الفاندل ليفل وسيمفيزيو فاندل هايت. بعد كده تحب تعمل ايه للعيانه؟
التراساوند بقى عايزه اتاكد وعايزه الكيرفز تترسم لي اشوف هو احنا وضعينها ايه، فاعمل لها التراساوند اقيس الابدومينال سيركمفرنس، اقيس الباي بارايتال دايامتر، اقيس الفيمور لانس، اقيس الهيد سيركمفرنس، اعمل استيميتد فيتال ويت، اشوف الجراس كيرفز بتاعتي اخبارها ايه. يطلع لي ان هو اقل من ال 10 بيرسنتايل، اشوف هل هو اقل من 10 بيرسنتايل الابدومينال سيركمفرنس بس. لو الابدومينال سيركمفرنس بس يبقى معناها هو ايه، اسيمتريك الاي جي ار. لكن لو طلع ان هو لا ده باي بارايتال او هيد سيركمفرنس وابدومينال سيركمفرنس اقل من ال 10 بيرسنتايل، يبقى ده سيمتريك الاي جي ار. فعلى اساسه ان انا خلاص اي كونفيرمد ان انا عندي اسيمتريك او سيمتريك الاي جي ار، فبالتالي ابلان فور المانجمنت بتاعي. واضح يا دكاتره؟ طب يبقى ده كده اي كونفيرم. طيب بعد كده خلاص انت قلت لها يا مدام انت فعلا سيمتريك الاي جي ار، او مدام انت فعلا اسيمتريك الاي جي ار، يعني هعمل ايه يا دكتور؟ هتعملوا لها ايه؟ لو هي طلعت اسيمتريك الاي جي ار، لو طلعت العينه دي كونفيرمد ان هي اسيمتريك الاي جي ار، تحبوا تعملوا لها ايه؟ اشوف الكوز، الكوز والجستيشن. طبعا اول حاجه طبعا اشوف الجستيشن ايج، دي حاجه هايله جدا، احنا كلنا ابتدينا نندرج تحت الكوز. لكن لو هي الجستيشن ايج بتاعك ترم خلاص، يعني طبعا افتر من غير اي حاجه خالص بقى، يعني افتر هتعمل ترمينيشن اوف بريجننسي، انت مش عايز منها حاجه خلاص. يعني هي لو ترم احنا مش عايزين منها حاجه خلاص، هو البيبي دلوقتي بقى ترم ولا ار دي اس ولا مش عارف ايه، فهتعمل لها ترمينيشن وذر كان سيمتريكال ولا اسيمتريكال ولا ماكروسوميك ولا لارج فور جيستيشن ايه، اي حاجه، ما خلاص البيبي بقى ترم، فخلاص هنفكر في ترمينيشن. وبعدين ساعتها بقى الترمينيشن نقول طب هو نورمال فاجينال يعني ولا سيزاري، بس طالما ترم فعلا هتفكر في ترمينيشن. هو البري ترم هو اللي ساعتها بقى هنفكر. طب لو كانت هي بري تيرم اسيمتريك الاي جي ار نعمل ايه؟ نشوف الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج ونشوف الكوز لو في كوز، يعني لو عندنا كوز زي مثلا بي اي اتش وان كنترولد كده، يعني نشوف الكوز ولو هو تريتبل كوز كويس، فنشوف الكوز واذا كان في تريتمنت اوف ذا كوز، ونشوف بقى الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج عشان اعرف انا هكمل معاه ولا لا، لان هو لسه بري تيرم، انا نفسي اكمل عشان البيبي، لكن في نفس الوقت برده مش عايزه البيبي جوه يبقى متاذي او يعني ان هو يبقى ديستريسد جوه، فبالتالي بعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. لو لقيت ان الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج كويس هنعمل ايه؟ هديها ستيرويدز بالظبط كده، لان هي بري تيرم فممكن في اي وقت الاسسمنت ده يبقى يتغير ويبقى مش حلو، خلاص فديها ستيرويدز يعني ان كيس لو اضطريت اعمل ترمينيشن بيفور الماتوريتي، وفولو اب بالظبط بايه؟ بالالترا ساوند والميثودز بتاعه الاسسمنت اوف فيتال ويل بين. كل يوم يا مدام هتحدي حركه العيل، لو حركه العيل اتقلت عن 10 حركات في اليوم هتيجي عشان نعمل لك نان ستريس تيست، لو لقينا النان ستريس تيست بتاعك نان رياكتيف هنروح عاملين لك بقى باي فيزيكال بروفايل، او ان احنا نعمل لك دوبلر عشان نشوف اذا كان هو الريزيستنس للفلو اخبارها ايه، اذا كان عندنا في فلو في نو فلو في ريفرس فلو، عشان على اساسه هناخد الديسيجن اوف ترمينيشن. يبقى هي لو طلعت لك اسيمتريك الاي جي ار نشوف هل هي تيرم ولا بري تيرم، لو تيرم هنعمل ترمينيشن، لو بري تيرم لا هعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج اخباره ايه البيبي كويس، هكمل مع كنترولنج الكوز لو في كوز موجوده كويس. لو هي طلعت ان هي مش الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج مش كويس، يبقى ساعتها هعمل لها ترمينيشن. واضح البلان اوف مانجمنت؟ مقتنعين بيه ولا في مشكله؟ طيب لو طلعت لك سيمتريك الاي جي ار، لو طلعت هي العينه انت بتعمل الترا ساوند وطلعت لا دي سيمتريك الاي جي ار، يعني هو اي جي ار والابدومينال سيركمفرنس والهيد سيركمفرنس كلهم صغيرين، وده فعلا اي جي ار ده مش كونستيتيوشنال، هنعمل ايه؟ ها هو طبعا تيرم ولا بري تيرم دي اساسي كويس في كل الكونديشنز بتاعتها، تيرم او اوبستريك كونديشن مش عارف ميديكال ديز اوردرز كله بشوف الاول هو تيرم ولا بري تيرم، تيرم حامل ترمينيشن، بري تيرم يبقى ساعتها هشوف ها بري تيرم طلع بري تيرم سيمتريكال اي جي ار. اول ستيب هتبقى اسسمنت اوف فيتال ويل بينج ولا في ستيب تحبوا تعملوها قبلها؟ ايه؟ فيتال، فيتال كوز، فممكن الكوز قلنا ممكن تبقى ايه؟ كروموزوم الانومالي انفكشن كونجين يعني هل الكونجينتال انوماليز بتبان بالسونار اللي احنا بنعمله ولا لا؟ لا بتبان بس بتبان جراسلي، الحاجه اللي هي مأثره للدرجه دي كويس دي هتبان مش كده ولا ايه؟ يعني لو حاجه جراسلي معامله لي سيمتريك الاي جي ار ده هتبان بالالترا ساوند. فانت لو طلع عندك كونفيرم فيت الكونجينتال انوماليز واضحه تقول لك لا ده عنده ايكوندروبليزيا، ده عنده مش عارف ايه، ده عنده مثلا رينال اجانيسز، ده عنده يعني لقيت حاجه كده ان هي انكومباتبل ويز لايف وهي ست بري تيرم وسيمتريك الاي جي ار والسونار بتاعها طلع عنده فيت الكونجينتال انوماليز، تعمل ايه؟ ترمينيشن.
انفورميشن، لان انا هكمل ليه اذا كان هو انكومباتبل ويز لايف. حتى بتلاقي الديسيجن او مش ديسيجن، الكونكلوجن بتاع الالترا ساوند انه عنده الكونجنتال انوماليز الفلانيه ده وده وده ومش عارف ايه، فده انكومباتبل ويز لايف. او ديسيجن اوف تيرمينيشن از انكارج مثلا، او يعني وات ايفر هو هيقول لك ايه، ما معناه ان هو لا ده عنده كونجنتال انوماليز. تيجي الست تقول لك لا انا عايزه اكمل ومش هكمل، يا ستي انت مهما كملتي يعني سواء كنت ولدنا في 28 اسبوع ولا 32 ولا 40 اسبوع، هو اول ما هيتولد عنده مشكله، ما عندوش الكلى بتاعته مش شغاله، القلب بتاعه مش شغال، عنده مش عارف ايه، فده هيموت immediately. فليه ان احنا نقعد نستمر في البريجننسي في حين ان هو عنده congenital anomaly incompatible with life. اوكي، فطبعا لو هو term خلاص هعمل termination، لو pre term اساس في congenital anomalies، لو طلعت ان هو عندي anomalies او كده incompatible with life هعمله termination حتى هو pre term عادي. لكن لو طلع بقى ان هو لا ما عندوش congenital anomaly، هو اللي ساعتها بقى بنعمل assessment of fetal well-being واشوف اذا كنت هستمر هديلها steroids واستمر في البريجننسي لحد امتى. طول ما انا بعمل فولو اب الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج، اول ما يبقى الدنيا مش كويسه يبقى ساعتها بضطر ان انا اعمل لها تيرمينيشن. ووقت التيرمينيشن ده بقى اللي فيه ديسيجن ثانيه، يعني احنا اول ديسيجن اكمل للحمل، اكمل الحمل ولا يعني اكونتينيو بريجننسي مع الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج ان هو كويس، ولا محتاج اعمل تيرمينيشن لان الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج ده مش كويس. ده ديسيجن ملوش علاقه خالص بالديسيجن الثاني اللي هو المود اوف ديليفري، اللي هو انا قررت تيرمينيشن. كلمه تيرمينيشن دي ديسيجن ثانيه، تيرمينيشن دي بقى بيعتمد عليه ان انا اترمينيت فاجينال ولا سيزاريان، ده ديبيندينج اون وات. في انديكيشن اصلا فور سيزاريان ولا مفيش؟ ما عنديش انديكيشن فور سيزاريان افندم. الستاتس بتاعت البيبي فيري سيفيرلي ديستريست ولا لا؟ لا ما كانش سيفيرلي ديستريست، بس الميه اللي حواليه قليله فالبايوسيكل بروفايل بتاعه طلع مش كويس، فيعني البيبي مش ان هو مثلا عنده ريفرس فلو ولا نو فلو، لا هو عنده ريزيستنس للفلو، ريزيستنت للفلو يعني هو البيبي ده من جوه ديستريست، فمحتاج ان انا اطلعه بقى فاجينال ولا اطلعه سيزاريان ديبيندينج اون اول حاجه قلتوها اللي هي اذا كان في انديكيشن فور سيزاريان، اذر انديكيشن فور سيزاريان سكشن بلس انت بريفيا كونتراكتد بلفس ابر سكار سيزاريان سكشن whatever كانت ايه الانديكيشن اللي هي فور سيزاريان سكشن. تاني حاجه قلتوها ان هو بعمل على حسب الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج، هل البيبي يعني لا لازم immediate termination دلوقتي مفيش وقت ان هو يستنى طلق ولاده كويس، او ان انا اجيب له اندكشن وطلق ولاده، ولا لا البيبي ما مش لازم ان هو دلوقتي اطلعه، يعني مفيش ريفرس فلو مفيش نو فلو، يعني مفيش حاجه ان هو لازم اطلع البيبي دلوقتي حالا. اوكي، يعني البيبي جوه مش اسيداتك. هعرف ازاي؟ بيبقى عندنا حاجات احنا اتكلمنا عليها اللي هو عندي مثلا ليت ديسيليريشن، بيرسيستنت ليت ديسيليريشن، لوس اوف بيت تو بيت فاريابيليتي، ساينوسويد الريزم. وطبعا كل ما يبقى فيه مثلا حاجتين من دول، يعني مثلا لو عندي مثلا كانت مره بيت كده ليت ديسيليريشن، هل هي زي ما تكون مثلا بيرسيستنت ليت ديسيليريشن؟ هل هي لو كانت عندي ساينوسويد الريزم ومعاها ليت ديسيليريشن؟ طبعا كل واحده مختلفه، فده معناها ان الاسيدوزس او الفيتال ديستريس بقى مور، طالما ان انا عندي مور ذان وان في السي تي جي اللي انا برسمه. فبالتالي انا خدت ديسيجن فور تيرمينيشن ده حاجه، وانا هعمل التيرمينيشن ده ازاي ده حاجه ثانيه، وده ليها فاكتورز وده ليها فاكتورز. يعني الفاكتورز اللي هتقول انا هعمل ايميديت تيرمينيشن اللي هو الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج اخباره ايه كويس، هو ده اللي انا بشوفه واديسايد. لا او وصلت الماتوريتي، او ممكن انا وانا بعمل اسسمنت خلاص وصلنا الماتوريتي، خلاص انا اخدت ديسيجن فور تيرمينيشن، يعني البيبي ما تعبش ولا اي حاجه بس احنا وصلنا الماتوريتي. اوكي، او كانت الام الكونديشن بتاعتها هنا ما بقتش كنترول، دخلت في اكلامسيا مثلا، فخلاص انا محتاجه ان انا اعمل تيرمينيشن عشان طب ده يبقى سيمتريك الاسيمتريكال، ده يبقى اسيمتريكال بالظبط كده، ده يبقى اسيمتريكال لان الكوز ماتيرنال، الكوز ماتيرنال. فدول اللي حبني عليهم الديسيجن اوف تيرمينيشن اللي هو وصلنا الماتوريتي، الكونديشن بتاعه البيبي بقت وحشه فيتال ديستريس بالاسسمنت اوف فيتال ويل بينج، الكونديشن بتاعه الام بقت وحشه لو هي عندها ميديكال ترابل او بليدنج او وات ايفر، والكونديشن بتاعتها بقت وحشه. فدول انا بنيت عليهم الديسيجن اوف تيرمينيشن. اللي ابني عليه بقى الديسيجن اوف المود اوف تيرمينيشن، المود اوف تيرمينيشن ويذر ان كان سيزاريان سكشن ولا فاجينال ديليفري، لا عندي اذر انديكيشن فور سيزاريان سكشن، اذا كانت هي البيبي ده لا فيري ديستريسد، او الام دي برضو very distressed عندها severe bleeding عندها إكلامسيا حاجة زي كده. وبعد كده بقى البيشوب سكور أو الكونديشن اوف ذا سيرفكس بتاعي أخبارها إيه، يعني إحنا خلنا حاجة اسمها بيشوب سكور أعرف إذا كان favorable for induction ولا unfavorable for induction، عشان أعرف أنا دلوقتي لو هعمل حتى vaginal delivery يبقى الإندكشن بتاعي هيبقى إيه وضعه، لا ده very favorable ده أنا هديها أوكسيتوسن مثلا ورابتشر ميمبرنز والدنيا تمشي، أو لا ده very unfavorable ده شكله مش حلو ده أنا هحتاج أدي الأول بروستاجلاندنز وأشوف البروستاجلاندنز دي هتورك ولا لأ، ولو إت ورك طيب ماشي ممكن
ممكن اكمل في الرابتشر اوف ميمبرانز واوكسيتوسين. لو ات ديدنت ورك يعني بعديها بعد ما اديت البروستاجلاندينز دي لقيت ان مفيش سيرفايكال تشينجز ولا في افيسمنت ولا دايليتيشن ولا حاجه, وابتدى برضو على طول انا بروح براجع للكونديشن بتاعه الام والبيبي لان ده انا عامله له ده ريسكي, فعامله له على طول كونتينوس فيتال مونيتورنج سي تي جي, هو على السي تي جي على طول. فلو لقيت ان هو ابتدى يبقى ديستريس او الام الكونديشن بتاعتها بقت وحشه او كده, يبقى ساعتها هضطر ان انا اوقف الترايل فور فاجينال ديليفري بتاعتي وان انا اعمل له سيزارين سكشن. بس مهم جدا ان انا ما ترجمش كلمه ترمينيشن بكلمه سيزارين سكشن, دي اهم حاجه عندي انكم ما تترجموش على طول كلمه ترمينيشن بسيزارين سكشن. ترمينيشن يعني اطلع البيبي من الرحم, خلاص اطلع البيبي من الرحم بقى يعني في التو واللحظة عشان في مشكله جامده جدا للام والبيبي, ولا اطلع البيبي من الرحم خلال 24 ساعه. ما هو الولاده بتبقى خلال 24 ساعه, فهو هاو ايرجنت ات از هو ده اللي يحدد لي المود اوف ديليفري. هل انا محتاجه ترمينيشن في التو واللحظه ولا محتاجه ترمينيشن خلال 24 ساعه, هو ده اللي يحدد لي المود اوف ديليفري بتاعي, هو سيزارين سكشن ولا فاجين. لان برده ما تترجموش كلمه فاجينال ديليفري ان انا مستنيه طلق الولاده, لا ده انا حامل induction of labor اللي هو خلال 24 ساعه تبقى الست دي ولدت. ما انتوا بترجموها في ذهنكم ايه يعني, هطلع البيبي ولا هستنى؟ هي ما فيهاش استنى يعني, ما حدش هيستنى, هو يا اما هنطلعه immediately يا اما هنطلعه برده بس خلال 24 ساعه. فبليز ترجموها كده لان هي دي وقعها. لما بعمل induction ما بقولش continuation of pregnancy, هي induction برده لا تساوي continuation of pregnancy. induction يعني induction يعني عايزه اطلع العيل ده بالفاجينال روت اللي هو خلال 24 ساعه. ولو انا بعمل induction خلال هذه ال 24 ساعة حصل لي اي حاجة للام او للبيبي, خلاص ما انا ممكن ادخلها سيزاريا ما جراش حاجة. يعني لو خلال ال 24 ساعة دي الام ما استحملتش او حصل لها مور كومبليكيشن او البيبي ده بقى مور ديستريس هدخله سيزاريا. لكن لو خلاص الام دي ماشي الكونديشن بتاعتها ستيبل الوحشة, الكونديشن الوحشة بس ستيبل, والكونديشن بتاعت البيبي الوحشة بس ستيبل, يعني ان هم توليريتنج الكونتراكشن والفاجينال ديليفري, بقى اتس بيتر تو جو فور فاجينال ديليفري اور تو ترمينيت باي فاجينال ديليفري عن ان انا ترمينيت باي سيزاريان سكشن. واضح يا دكاترة؟ طيب يبقى ده بالنسبة ليه لو كان قلنا سيماتريكل وكده. لو اسيماتريكل هي هي اللي هو طلعت اسيماتريكل, اسيماتريكل اي جي ار يعني الكوز دي غالبا ايه؟ ماتيرنال اللي هو في كام في المية من الحالات؟ 80% من الحالات. يبقى طلعت اسيماتريكل لو عندي كوز واضحة يبقى بكنترول هذه الكوز. لو مش واضح عندي الكوز او كده هو ترم, هو البيبي ده ترم خلاص هعمل ترمينيشن. لو بري ترم برضو بكنترول الكوز, ادي ستيرويدز كويس واعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. طالما ان البيبي كويس وغالبا بيبقى البيبي كويس اللي هو قادر ان هو يعمل يعني الريديستريبيوشن والكومبنسيشن اللي هو فيه, غالبا هيبقى الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج كويس, غالبا هيبقى الكنترولينج فاكتور بتاعي الماتيرنال كونديشن. خلاص الماتيرنال كونديشن هي اللي هتكنترول مين ان هو دخلت في اكلامسيا لا ده عندنا سيفير انتي بارتم, يعني الماتيرنال كونديشن غالبا هي اللي هتكنترول مين. وطالما ان الماتيرنال كونديشن بقت وحشه غالبا الفيتال كونديشن هي بتبقى وحشه, يعني فاهمين يعني البيبي بيفولو هنا الام. فلو هي طلعت اسيماتريكال اي جي ار تيرم ترمينيشن, اسيماتريكال اي جي ار بري تيرم ستيرويدز واسسمنت اوف فيتال ويل بينج, سو لونج ان الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج كويس انا مكمله بسكتي لحد ما لحد امتى؟ يا اما اوصل لماتوريتي يا اما يا البيبي يبقى اوحش او الام بقى تبقى اوحش, يبقى ساعتها هاخد ديسيجن فور ترمينيشن. ولما اخد ديسيجن اوف ترمينيشن ارجع اسال نفسي بقى الاسئله بتاعه المود اوف ترمينيشن, هل في انديكيشن فور سيزارين سكشن, هل الام وحشه قوي لازم اولدها حالا والبيبي وحش قوي لازم اولده حالا, ولا ممكن ان خلال 24 ساعه اولدهم. اوكي فده اللي هيحدد لي اذا كان الترمينيشن ده هيبقى سيزارين سكشن او فاجينال ديليفري. في سؤال يا دكاتره؟ طيب امال ايه بقى اللارج فور جيستيشنال ايج؟ اه مع الاي جي ار في كده صفحه بتاعه الانتراترانفيتال ديث. اوكي لو الاي جي ار ده بقى وحش قوي او ما خدناش بالنا او ست ما جاتش او كده, فنفس الكوزس اللي هتعمل لها اي جي ار سواء كانت انترانسيك او اكسترانسيك, يعني انترانسيك فاكتورز وعنده سيفير كونجنتال انوماليز, عنده مش عارف انفكشن, عنده كروموزومال ديز اوردر, اللي يدخله في اي جي ار ممكن يكمل ويدخله في انتراترانفيتال ديث. اوكي ونفس القصه برده بالنسبه للام, ان كنترولد دايابيتس, ان كنترولد هايبرتنشن, بلاسنتال بيركلوجن وحشه, بلاسنتال ايجنج, فاللي خلى البيبي يجي له اي جي ار يخلي البيبي ممكن هو يخش في انتراتراين فيتال ديث. فهي نفس الكوزس بتاعه الاي جي ار, وهي كمان معاها الماكروسوميا, الاثنين سواء كان اي جي ار او فيتال ماكروسوميا ديو تو ان كنترول دايابيتس كده ممكن ان هم, بس طبعا مش كونستيتيوشنال, يعني هن اكسكلود النورمال اللي هي كونستيتيوشنال خلاص, هيبقى الباثولوجيكال بس اللي هي سواء كانت باثولوجيكال اي جي ار او باثولوجيكال ماكروسوميا اللي هي اشهرها دايابيتس.
فدول لو كانوا الكونديشنز الباثولوجيكال دول ان كنترولد مش كنترولد، سواء كان الايتيولوجي بتاع الاي جي ار او الايتيولوجي بتاع الماكروسوميا، ممكن يؤدي الى انترايترام فيتال ديث. فهو ده الاسباب بتاعه الانترايترام فيتال ديث. طب نقلق من ايه؟ دي اي سي، هو ده اللي تقلقنا. دي اي سي نقلق من انفكشن لو في رابتشر ممبرز، لو في رابتشر ممبرز يبقى رابتشر ممبرز هي اللي تخليني اقلق من انفكشن. لكن غير كده ده سيلد وفله اللي دخل فيه بكتيريا، البيبي ما بيسممهاش او يعني لا، هو البيبي يعمل لها التسمم في صوره دي اي سي، زي ما البي اي اتش بيسموها تسمم حمل وهي مش تسمم خلاص. ده بيبقى فيها اندوتوكسينز بس هي مش تسمم. هنا برده في ثرومبوبلاستين ماتيريالز بس دي مش تسمم، ده مش ان هو يجي لها سبسس، يعني مش سبسس، هو يجي لها حاجه اسمها دي اي سي من هذه ثرومبوبلاستين ماتيريالز اللي بتبقى بتخرج من الداد تيشوز، سواء كانت بلاسنتا او بيبي داد تيشوز. وكل ما البيبي ده يبقى كبير كل ما ده الانسنس اوف دي اي سي تبقى اسرع، تجي لها اسرع، البروبابيلتي اوف دي اي سي تيجي اسرع، يعني بعد مثلا اسبوعين. يعني هو يعني انت لو هو البيبي حصل له انترايوتيرام فيتال ديث الافريج اسبوعين ويجي لها دي اي سي. لكن لو كان صغير قوي زي مثلا ميست ابورشن فيرست ترامستريك حاجه زي كده، لا دي ممكن ما يجيلهاش دي اي سي خالص، اصلا الثرومبوبلاست ماتيريال قليله قوي ما تعملهاش دي اي سي. لو هو في السكند ترامستر يعني مثلا 20-24 اسبوع، لا مش بس اسبوعين، ده ممكن يقعد شهر ولا حاجه لحد ما تبتدي تخش في دي اي سي. فيعني هو ده بس الفكر بتاع اللي هو اهم حاجه في الانترايترام فيتال ديث. اول ما دايجنوز انترايترام فيتال ديث على طول ابقى عايزه اكونفيرم او يعني اوميت ان هي جالها دي اي سي، عشان ده هيفرق طبعا مع المانجمنت بتاعي، مش كده ولا ايه؟ هو انتوا واحده انترايترام فيتال ديث تحبوا تولدوها ازاي؟ فاجينال طبعا، يعني مش معقول تبقى انترايترام فيتال ديث ولا اعمل لك قيصريه، مش كده ولا ايه؟ الا بقى لو كانت جايه لي باكلامسيا، جايه لي بحاجه اللي هو لازم اطلع البيبي حالا، مفيش وقت، يعني مفيش وقت ان انا ادلها، او مش هنقدر نستحمل ولا هي ولا مفيش حاله البيبي بقى، مفيش اساس من تقفيط الويل بينج، يعني مش تقدر انها نستحمل معاها السيفير بليدنج مثلا في انتي بارتم هامرج، الاكلامسيا والكونفولجنز اللي عماله تجيلها لحسن جيلها سيريبرال هامرج، يبقى ساعتها هضطر ان انا اعمل لها ايميديت ترمينيشن باي سيزارين سكشن، مش عشان الفيتال كونديشن، عشان الماتيرنال كونديشن، عشان تسيف الماتيرنال كونديشن. فبالتالي لما تجيلي انتراترانفيتال ديث، يعني جات لي الام انا مش حاسه بحركه البيبي، ما ده اللي هتقوله، مش حاسه بحركه البيبي، اعمل لها الترا ساوند البيبي ميت يا مدام، احنا اسفين البيبي متوفي او مش عارف. طيب هنعمل ايه؟ يفرق معايا البيبي متوفي من امتى؟ طبعا. فبالتالي مهم ان انا برضو اشوف السيمفيزيو فاندل هايت والفاندل ليفل وكمبيره مع الجيستيشن ايج بتاعها. يعني هي بتقول لي انا المفروض حامل في الثامن، في اول الثامن 32 اسبوع يعني، وانا مش حاسه بحركه البيبي، بشوف السيمفيزيو فاندل هايت بتاعنا لانها 28 اسبوع. ده معناه ايه؟ ما يبقى له فتره، ده ميت بقى له ممكن يبقى شهر ميت وهي مش واخده بالها، ما كانتش مركزه مثلا في الحركه او ما راحتش تعمل متابعه، قالوا لا ما قالولهاش او كده، فطبعا هيفرق. هي جايه لي النهارده بس البيبي ميت بقى له 4 اسابيع. طيب بقى ساعتها تحب تعمل ايه؟ تخاف من دي اي سي، فها ترمينيشن يعني انا الاول عايزه اتاكد، عايزه اتاكد ان هي دخلت في دي اي سي ولا لا، مش كده ولا ايه؟ قبل ما ياخد اللي هو الديسيجن هنستنى ولا هنكمل وهترمينيت ازاي. فالاول اعمل لها الحاجات بتاعه الدي اي سي، اشوف بي تي وبي سي واي ان ار، الفايبرينوجين اخباره ايه، الاف دي بيز الفايبرين ديجريديشن برودكتس اخبارها ايه. لو لقيت ان انا ماشيه في سكه دي اي سي، لا ده احنا لازم دلوقتي ترمينيت، ده العيل لسه نازل، طب اديني فرصه، طب مش عارفين، لا يا مدام لحسن احنا دلوقتي ممكن يحصل لك انت مشكله، لازم نعمل ايميديت ترمينيشن. والايميديت ترمينيشن ده على حسب معاملها كويس، انت هتحدد اذا كان الترمينيشن ده يعني هي خلاص دخلت فعلا في دي اي سي، انت محتاج تعمل لها ايميديت ترمينيشن، ولا هتديها بس برضو بتوي البنفيت ريسك ريشيو بتاع انك تفتح بطنها وهي في دي اي سي. وطبعا مش حت يعني حتى لو هي كانت في دي اي سي، انت لازم تكنترول الكونديشن بتاعه الدي اي سي ده بريبليسمنت كويس الاول للعيانه، عشان تقدر تفتح بطنها ويبقى عندها كلاتين فاكتورز تقفل الدنيا. ما انت هتفتح بطنها وتلاقي الدنيا كلها عماله تسح كده وانت مش عارف تكنترول اي بليدنج، واليوترس طبعا اتونيك ولا عارف يكونتراكت ولا حاجه، طب ما هتعمل ايه ساعتها؟ حتى لو قلت اعمل هيستريكتومي، طب بعد الهيستريكتومي عماله برده البديكلز بتاعتك عماله تجيب، ما هو دي اي سي ما ينفعش تفتح عيانه دي اي سي غير لما تعملها كنترول الاول ريبليسمنت للكلوتنج فاكتورز، سواء بكرايو بريسيبيتيت بقى، يعني تعمل ريبليسمنت للدي اي سي اللي انت فيه. لو هي ما كانتش لسه دي اي سي بس ابتدى الفايبرينج فعلا يقل، الاف دي بيز ابتدت انها تعلى شويه، لا احنا محتاجين نعمل لك ترمينيشن، ابتدي بقى اعمل لها اندكشن، عشان انت محتاج تولدها خلال ال 24 ساعه دول عشان ما تخشش منك في دي اي سي. وطبعا اتس بيتر تو جو فور فاجينال ديليفري عن انك انت تو جو فور سيزارين سكشن. طب دكتور لو دي اي سي ليه ما ولدهاش فاجينال؟ مش هي ما احنا عايزين نعملها فاجينال حتى عندها دي اي سي؟ لا لازم تكنترولي برضه، ما هو نفس الفكره، انت اديت لها حاجات اندكشن وهي دي اي سي كويس، طب ما هو اليوترس ده هيكونتراكت
ما هو البوست بارتم الاتانيك بوست بارتم ده مش بس بيجي للسيزاريان يعني يا دكاتره، ما هيجي للفاجينال دليفري برده يعني، هتكون جايه لك بعد ما انت ولدتها برده هي بوست بارتم هيمرج يعني اتانيك بوست بارتم هيمرج. انا مش عايزه اولدها غير لما تكون كنترول، والا انا عارفه ايه السيكول الطبيعي بتاع واحده دي اي سي بتولد. لازم هيجي لها اتانيك بوست بارتم هيمرج تشيل ده. طب ليه اعمل لها ريبليسمنت واحنا بسرعه ومستعجلين ومش عارف ايه، وممكن انها تموت مني ومش حاضر ان انا حتى افتحها اعمل لها هيستركتومي؟ يبقى الاول كنترول الكونديشن بتاعه الدي اي سي وبعدين اولدها. يعني يبقى فاجينالي ولا طبعا هتبقى عايزه تولديها فاجينا مش عايزه تولديها سيزاريان طبعا. هيبقى الا لو هي بقى عندها انديكيشن فور سيزاريان هنعمل ايه بقى ساعتها؟ لو كان البيبي ده بلاسينتا بريفيا حظنا كده وانترايترين فيتلدس خلاص انا مضطره اعمل لها سيزاريان. لو كانت هي عامله ابر سيجمنت قبل كده، لو كانت هي كونتراكتد بلبس، لو كان البيبي ترانسفيرس لاي وهو برده اي اف تي، ما هضطر يعني لو في عندك انديكيشن فور سيزاريان ما هتضطر انك انت تولدها سيزاريان. لو ما عندكش انديكيشن فور سيزاريان طبعا اتس بيتر تو جو فور فاجينال ديليفري مش سيزاريان سكشن على الاي او اف دي. واضح يا دكاتره؟ في سؤال في الاي او اف دي؟ هتبقى سيفير بليدنج يعني كل ما يبتدي يفتح السيرفكس ده هيحصل سيبريشن اوف ذا بلاسنتا، هتفضل تنزف معاك لحد ما توصل 10 سم فالام بتنزف. دكاتره البيبي بلاسنتا هتفصل، ما هو ميت ميت. ايوه البيبي بلاسنتا بتفصل. لما بتفصل هذه البلاسنتا طالما بيحصل دايلاتيشن، ما هو البلاسنتا دي بيحصل منها امتى البلاسنتا بريفيا بليدنج؟ during separation. طب كل ما السيرفكس يوسع من حوالدها طبيعي، انتوا عايزين تولدوها طبيعي من تحت يعني مش كده ولا ايه؟ يعني لازم يحصل لها سيرفايكال دايلاتيشن سنتي 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي. ايوه تاخد الفيرست ستيج دي لحد السكند ستيج قد ايه؟ قد ايه الوقت اللي بتاخده الفيرست بالسكند ستيج؟ تقريبا 12 ل 14 ساعة الفيرست مع ساعتين كمان في السكند، يعني هتقعد 16 ساعة يحصل لها ايه؟ بليدنج. تفضل الست دي بتنزف مني 12 ل 14 ساعة، تفتكروا هوصل لايه في الآخر؟ طبعا يعني هوصل لايه؟ يعني الست دي عمالة واحنا قاعدين مستني. ايوه ما انت لسه ما وسعتيش حضرتك، يعني انا بنزف بس ما وسعتيش، انت لازم تقولي طبيعي لان البيبي ما ينفعش لان الام مهمه. احنا البرايورتي الام وبعدين البيبي، يعني دايما حتى البرايورتي الام، لان طالما الام كويسه البيبي هيبقى كويس. طب البيبي كده كده وحش مالناش دعوه بيه، خلاص عندي بلاسنتا عايزه اولدها ماليش دعوه، مفيش بيبي جوه في بلاسنتا بس البلاسنتا دي بتولد بتتولد ما هيحصل لها بليدنج. انا ليه اعرضها ان هي تقعد تنزف كده مني وما اعرفش السيكول بتاع؟ ما حدش بيعمل كده. حتى لو هو انترايترين فيتال داس، انت عشان مش تسيبي البيبي، انت عشان تسيبي الام، مفيش بلاسنتا بريفيا. هل احنا لما خدنا درس البلاسنتا بريفيا قلنا لو هو انترايترين حطينا من ضمن الاوبشنز انترايترين فيتال داس هولدها فاجينال؟ لا. ليه؟ اكيد في سبب نفكر كده، لان البلاسنتا دي بيحصل لها حتى باي ديفينيشن هو السيبريشن، وقلنا فين الكوزلس ريكيرنت، لان السيبريشن هو اللي بيخلي الست دي تنزف. فهو وهي انترافيتال داس هتسيبريت ولا مش هتسيبريت البلاسنتا؟ هتسيبريت طبعا، فهتفضل تنزف، فما ينفعش نسيبها تنزف عشان اولدها طبيعي، لان هو احنا بنوي البنفيت ريسك. ايه البنفيت بتاعي؟ ان انا ولدتها طبيعي بس ماتت، يعني فاهمين؟ ده بالنسبه للانترافيتال داس. في سؤال في الانترافيتال داس؟ طب يعني ايه ستيل بيرث؟ يعني اتولد ميت. يعني اتولد ميت. ستيل بيرث يعني اتولد ميت. ايه جستيشن ايج بتاعه؟ افتر فايبرتي. لان لو قبل فايبرتي هقول عليه ايه؟ ابورتس. بالظبط كده. لو هو الابورشن ده الاكت خلاص زي الليبر، لكن ابورتس ده اسم الحاجه اللي نزلت خلاص، اسمه ابورتس ولا اسمه ستيل بيرث خلاص. طب امال ايه الفرق بين الانترايترين فيتال داس والستيل بيرث؟ الستيل بيرث مات اثناء الولاده. ازعل قوي من كلمه هما الاثنين واحد. لا هما الاثنين الستيل بيرث مات اثناء الولاده، كان عايش ومات اثناء الولاده. يعني ممكن نقول اسمهم بس في دماغنا كده عشان نعرف الفرق بينهم. قول كده اسمه كده تاني، عيد اسمه في دماغك. واحد اسمه انترا يوتراين فيتال داس، والتاني اسمه ستيل بيرث. ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ ده مات اثناء الولاده. يعني اصل اثناء دي اللي هو ايه؟ ويسمح وحيثما وكلما وسياسيين بقى الدكاتره بيبقوا يعني واضحين، الديسيجن بتبقى كلير وشارب. يعني هل الست بيرسون ديورنج ديليفري مثلا؟ لا لا مفيش ما هو هي ديورنج. ايه الفرق بالظبط كده؟ واحد بره واحد جوه. لو هو بره الرحم كويس هقول عليه اسمه ستيل بيرث، لو هو جوه الرحم انترايترين فيتال. هو نفس الشخص نفس المخلوق، لما يبقى جوه اسمه انترايترين فيتال، لما يبقى بره اسمه ستيل بيرث. واضح؟ مش هو وهو نازل وليه بره وليه بقى؟ لا في النيونيت، يعني النيونيت بيريد هو اللي اسمه البيريد اوف نيونيت اللي هي 28 اسبوع. يعني دكاتره الاطفال لو قال لك ده ستيل بيرث يعني هو اتولد ميت. عشان خلاص كان في انترايترين فيتال داس وهي اتولدت. احزان اتفضل.
لازم ترمينولوجيست يعني لو قال لك ستيل بيرث انت تعرف ان هو اتولد ميت خلاص يعني هو الانترا ترانسيتيف ديس لو جوه هقول عليه انترا ترانسيتيف لما يتولد هقول عليه ده ستيل هو نفس الحاجه خلاص لكن النيونيتال داس ده انت ما تعرفش هو كان انترا النيونيتال داس انت ما تعرفش هو كان انترا ترانسيتيف داس ولا ما كانش فكلمه نيونيتال داس يعني مات في النيونيتال بيريد مات في النيونيتال بيريد اللي هي اول 28 يوم غالبا ما مش بينكلود الستيل بيرث لان لو دخلوا معاهم ستيل بيرث يبقى هياخدوا الميديكال ليجل اسيد بتاع دكاتره النساء كمان لكن هم نيونيتال داس دي بتبقى ان هو داس في النيونيتال بيريد وليس كان موجود ده. اوكي واضح الترمينولوجيز ترمينولوجيز مهمه عشان لما يجي لكم حاجه او انتوا بتكتبوا تقارير وطبعا انتوا شغلتكم كجي بي هتكتبوا تقارير كتير فما ينفعش انك انت يبقى بالنسبه لك دول كلهم واحد كلمه نيونيتال داس زي ابورتس زي ستيل بيرث زي مش عارف انترا ترانسيتال داس انت ممكن تودي حد النيابه فعلا بترمينولوجي مختلف يعني قلت عليه ستيل بيرث بدل ما تقول عليه ابورتس طبعا وديته السجن يعني لان هو ابورتس انت قلت عليه يعني هو المفروض ان هو ابورتس انت قلت عليه ستيل بيرث خلاص يعني كان انترا ترانسيتال داس وبعدين نزل ان هو ستيل بيرث يعني فاهمين ازاي فعشان كده مهم الترمينولوجي افرق ما بين انترا ترانسيتال داس اسمه اي او اف تي يعني جوه الرحم او بره الرحم ايوه بره الرحم ده كان وضعه ايه كان ابورتس يعني قبل 24 اسبوع ولا كان ستيل بيرث يعني بعد ال 24 اسبوع يعني بعد الفيتال بايلوت في سؤال يا دكاتره كويس امال ايه بقى اللارج فور جيستيشنال ايج لارج فور جيستيشنال ايج يعني البيبي باي ديفينيشن ان البيبي ده كان اكتر من ال 90 بيرسنتايل فور ذا كروس كيرفز بتاعتي اللي عندي سواء كان في اي باراميتر منهم ابدونال سيركمفرنس فيمر لانس بتاع كلهم بس ما عنديش بقى سيمتريكال واي سيمتريكال يعني هو البيبي ماكروسوميا او البيبي كبير فممكن يبقى يا اما كونستيتوشنال يعني فعلا الام هي الكبيره فعشان كده البيبي برده كبير يعني دايما بنقول الاوبيزيتي او المالتي بارا المالتي بارا برده بيجيبوا عيال كبار يعني المالتي بارا عامه يعني كل مدى العيل بيكبر في الوزن بتاعه يعني تلاقيها تقول لك ايه انا العيل الاولاني بتاعي كان 3 كيلو الثاني كان 3 كيلو وربع الثالث كان 3 كيلو ونص مثلا فاهمين ازاي العيل الرابع كان 4 كيلو ما شاء الله واتولد طبيعي برده يعني كده يعني فدايما بيبقى المالتي بارا ممكن يجيبوا عيال اكبر طب حد يعرف الميل فيتس او الميل بيبي والفيميل بيبي مين بيبقى الوزن بتاعه اكبر اكيد الميل احنا بنقول البيبيز مش بنقول الاشخاص خدوها في بعضها متوقع يعني اللوجيك كده مين اللي هيبقى اكتر وزنه الميل ولا الفيميل فيتس لسه مين بيقول الميل الميل مين بيقول الفيميل هو منطقي الميل مش كده يعني ميل بتاعه حتى هو اكتر الميل البنت عنصرية قوي حامل في ولد غالبا بيبقى الوزن بتاعه اكتر من لو هي حامل في بنت دايما البنت بتبقى يعني نيوترو يعني وكده بتبقى رقيقه يعني ده ما يتعداش النيوترو لا يتعدى مرحله النيوترو فده بالنسبه لل يعني هو اكتر من 90% اكتر من 90% ممكن يبقى كونستيتيوشنال لان هي الست اساسا مالتي بارا او الست دي اوبيزا او بي ام اي بتاعها عالي او يبقى باثولوجيكال نتيجه لايه ايه الباثولوجيكال كوزز اوف ماكروسوميا الدايبيتس اشهر حاجه طبعا الدايبيتس او ممكن تبقى بوست ماتوريتي او باست ديت والبلاسنتا ما فيهاش ايجنج ما فيهاش كالسيفيكيشن كده فالبيبي عمال يكبر فدي الاسباب بالنسبه لنا اوكي فلو هي مثلا في كوز هتبقى يبقى الباثولوجي اوف ذا كوز بتاعه الماكروسوميا او الباست ديت عشان كده البلاسنتا عماله مكمله او ده عندنا انسولين فهيبقى الباثولوجي بتاع الكوز لو ما فيش كوز خلاص هيبقى هو ماكروسوميا ديو تو اوبيزيتي او ديو تو مالتي باراتي او كده طيب الكلينيكال بيكتشر هتبقى ايه بتاعه الماكروسوميا بطنها كبيره هتقول لك انا بطني كبيره بطني اكبر من فهتخش في الديفرنشال دايجنوزس اوف لارج سايز ابدومن سواء كانت بقى مالتي فيتال جيستيشن بولي هيدراميس يعني اي ومن ضمنها برده فيتال ماكروسوميا فهتخش في هذا الديفرنشال دايجنوز طيب ده هتقول لك هي بطنها كبيره ده سيمتوم طب ساينز انت بقى هتلاقي ايه طبعا جنرالي ما هشوف الست دي كبيره ولا لا اذا كان عندها هيستوري اوف دايبيتس يعني هيستوري اوف حاجه كويس فده جنرال وابدامنال اكزامينشن هلاقي الفاندل ليفل اكتر من البيريد اوف امينوريا يعني تكون هي مثلا 28 اسبوع الاقي بطنها ماشيه مع 32 ولا 34 اسبوع يعني تبقى اكبر بديسكريبنسي اللي هو احنا نتقبل لحد 2 ويكس بس مش اكتر من كده والا تبقى حاجه اب نورمال اوكي فده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمتومز وساينز كومبليكيشنز طبعا هتبقى ايه
بريشر سيمتومز كومبليكيشن بتاع الميكروسوم ممكن يبقى بريشر سيمتومز كومبليكيشن اوف الكوز اللي موجوده بتاعه الدايبيتس مثلا او كده. طيب تفتكروا لا انا هسال او انت سالي نفسك قبل ما تقولي لي تفتكروا الماكروسوميا دي هتعمل لنا اكتر prolonged labor ولا pre term labor؟ ليه pre term؟ عشان الاستريتش اوفر ديستنشن فبس يعني نسال نفسنا كده هنلاقي والله احنا بنجاوب احنا عارفين كل حاجه كل حاجه مش انت عارفه برضو الاسباب كويس. فطبعا الماكروسوميا هتعمل لك اوفر ديستنشن وحتى الاسباب اللي احنا قلناها بره هيتعمل يعني هي ماكروسوميا او اوفر ديستنشن ممكن هي تعمل لك pre term مش prolonged labor ماشي. طيب يبقى ده الكلينيكال بيكتشرز وسيمتومز ساينز كويس. ايه الانفستيجيشنز اللي بتحبوا تعملوها للعيانه؟ الترا ساوند عشان اشوف نتاكد. طب هو الالترا ساوند ده مع الالترا ساوند ولا ده لوحده؟ لا ده لوحده يعني سكريننج اوف دايبيتس او فور ذا كوز. لو في الالترا ساوند ما لقيتش كوز يعني ما لقيتش يعني انا بعمل الترا ساوند عشان اشوف الكوز بتاع الاوفر سايز ابدومين ممكن يطلع بقى مالتيبل جيستيشن ممكن يطلع مال بريزنتيشن ممكن يطلع في عندنا سابيوكس مايوما مثلا او حاجه هي المكبره بطنها بولي هيدرامي اي حاجه من دول او تطلع ان هو لا سنجل بيبي بس ماكروسوميك ساعتها بقى انت عندك سكر يا مدام؟ لا ما اعرفش لا ما عنديش. ايوه يعني هي ممكن تقول لك ما عنديش هيبقى لازم السؤال اللي بعده ايوه يعني حللتي تقول لك لا ما حللتش. طب ما هو يعني مش ما عنديش ما اعرفش يبقى المفروض الاجابه ما اعرفش بس هي العينه قالت لك ما عنديش فانت ساعتها لازم تعملها سكرين. ده احنا حتى لو لقينا انترا يوترين فيتال ديث بنعمل سكرينينج فور دايابيتس لان دول ممكن يجي لهم سادن انترا يوترين فيتال ديث. حتى الدايابيتكس بتعرفهم لما تيجي تقول لك ايه والعيل اللي فات مات وما اعرفش سبب ايه. طب عملتي تحليل سكر؟ لا ما عملتش. لا لازم نعمل احسن يكون عندنا سكر وما كان ما اكتشفناهوش يعني ساعتها. فتعمل لها ساعتها لو لقيت فيتال ماكروسوميا اول حاجه بنعملها فعلا سكرينينج فور دايابيتس اشوف هي دايابيتك ولا لا واعمل لها كنترول للكونديشن بتاعتها لانها اكيد مش كنترول طالما البيبي بقى ماكروسوميك يبقى هي ان كنترول دايابيتس ساعتها اكنترول الكونديشن بتاعتها. فده الانفستيجيشن اللي هو بعملها الترا ساوند عشان تو ديتكت كوز ما لقيتش كوز ولقيت هو عيل كبير يبقى ساعتها بعمل لها سكرينينج فور دايابيتس واشوف هي دايابيتك ولا لا واعمل لها كنترول للدايابيتس بتاعها. طيب بعد كده هتعملها ده انفستيجيشن طبعا تريتمنت اوف ذا كوز لو كان عندي كوز. طب ايه بقى التريتمنت المانجمنت يعني قدامك دلوقتي ست جايه لك ب اوفر سايز ابدومن عملت الترا ساوند لقيت عندنا فيتال الماكروسوميا نعمل ايه؟ لو ترم هنولدها ولو تولدها ايه؟ يعني على حسب بس تبقى يعني غالبا طول سيزاريان طبعا عشان ايه طول سيزاريان عشان ايه عشان ايه شولدر ديستوكيا بالظبط كده. هو لو عايزه كلمه واحده ده واحد من الاوبستريك نايت ميرز مش احنا عندنا ثلاثه اوبستريك نايت ميرز ايه هم اللي هو الافتر كامينج هيد والشولدر ديستوكيا بالظبط كده. فهبقى انا طبعا تورز ده في الماكروسوميا وترم هبقى تورز السيزاريان سكشن كويس نتيجه اللي هو في الماكروسوميا الا لو مثلا بقول لها ايه لا العيل كبير يا مدام عشان هو وزنه 4 كيلو ونص فاحنا هنضطر ان احنا هنولد 4 كيلو ونص ايه يا دكتوره ده اخوه ما شاء الله كان 5 كيلو وطول الطبيعي ساعتها ما فيش مشكله يعني فاهمين ازاي. بس العادي الافرج ان هو طالما انا لقيته اكتر من 4 كيلو ونص يبقى انا يعني احسن او سيفر عشان ما نتعرضش لشولدر ديستوكيا ان احنا نولده سيزارين سكشن. ده لو ترم. طب لو بري ترم لو البيبي ده ماكروسوميك بس بري ترم اعمل ايه؟ اسسمنت ادي طبعا ستيرويدز واسسمنت اوف فيتال ويل بينج واشوف اذا كانت دايابيتك ولا لا. لو دايابيتك اعمل لها كنترول وطبعا ابقى مديه ستيرويدز وابتدي اعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج لحد امتى؟ لحد ترم. او لو حصل كومبليكيشن للام او البيبي ساعتها باخد ديسيجن اوف ترمينيشن وات ذا تايم اوف ترمينيشن ده هشوف هل هو الترمينيشن ده يعني هيبقى فاجينال ديليفري ولا سيزارين سكشن. كان زمان عشان بس لو قريتوها او حد قالها لكم كان يقول لك ايه لا ده البيبي ده كبير فاحسن ان احنا نعمله اندكشن ات 37 اسبوع مثلا احسن ما استنى ل 40 لان هو كل ما بنستنى كل ما وزنه بيحصل له ايه مور ماكروسوميا. بس انا واخده ريسك اوف بريماتوريتي اذا بعد 37 حضرتك ايوه بس يعني في اليمنت اوف بريماتوريتي بالذات الدايابيتكس البيبي ده حتى لو تورم ممكن يبقى عنده ار دي اس فاهمين يعني اكتر كسبب عندنا هنا دايابيتس فالدايابيتكس حتى لو هو تورم ممكن يبقى عنده ار دي اس فما احطش بقى معاه كمان ريسك فاكتور تاني ان انا قللت الجستيشنال ايج بتاعه اوكي فما بقاش حد بيدي ده انديكيشن ان هو ايه انزل العيل وهو لسه صغير شويه عشان وزنه لا هو المهم هي حالته يعني حتى لو وزنه وقت الولاده بقى وقت الترم وقت ما احنا محتاجين نعمل ترمينيشن ساعتها اشوف وزنه لكن احنا محتاجين نعمل ترمينيشن ليس عشان ما يتولدش ماكروسوميك. ده بالظبط نفس الكونسبت اللي كانوا زمان برده
الكالسيوم بنديه سبلمنتيشن ديورينج بريجننسي. اوكي كان زمان ما يدوش في الشهر التاسع. هل حد يقدر يقول ليه او يعرف ليه؟ عشان المولدنج يعني. عشان الراس تبقى زي ريكتس او تبقى فراجايل شويه فتقدر يبقى المولدنج مور. او لو انا استخدمت انسترومنتال ديليفري اقدر ان انا اعمل مور كومبريشن على البونز لان البونز مش هتبقى طف فعشان كده كانوا ما بيدوش كالسيوم في الشهر التاسع. طيب ايه رايكم في يعني السبب ده؟ هل الاكسبلانيشن دي جاستيفايد ان فعلا نمشي على كده ولا لا؟ لا انا مش هعرض للبيبي الكومبريشن وسي بي يبقى سي بي عشان ينزل من تحت. فعشان كده بندي كالسيوم عادي لحد الاخر عشان هو بياخد الكالسيوم والريزيرف بتاعه في اخر الشهر التاسع فعلا عشان ما يتاخرش بقى في المشي والتسنين ويجيله ريكتس وكلام من ده. حتى لو هو يعني هو مش هيكبر دماغ العيل بس اقول لك الكالسيوم هيكبر دماغ مش هيكبر دماغ العيل ولا حاجه مش هيخلي البايبرايتال دايمتر اكبر بس هيخلي السكال كالسيفايد وده اللي مطلوب ان هو يبقى في كالسيفيكيشن وفي عندها عند بيبي برضو ريزيرف. لكن انت مش مطلوب ان هو يبقى السكال دي تبقى ما تبقاش كالسيفايد وتبقى طريه بحيث ان هو ينفع انه يحصل مش بس المولدنج لا ولو جيت انك تعمل مور كومبريشن كده بالانسترومنتال ديليفري وينزل العيل فاجينال فده مش اكسبتبل. فبالتالي الكالسيوم مش بيكبر دماغ العيل بس الكالسيوم بيعمل بروبر كالسيفيكيشن للبونز عشان انا محتاجه البيبي يبقى نازل بروبرلي كالسيفايد بونز وليس يبقى عنده ديفيشنت او اوستيوبينيا او ان هو يبقى عنده ديفيشنت كالسيفيكيشن في البونز بتاعته. فده نفس الكونسبت اللي هو طب مش ممكن برده اولده بدري عشان اللي هو يبقى وزنه قليل بس ينفع يتولد من تحت لكن في نفس الوقت اخد الريسك اوف بريماتوريتي بالدرو باكس والكومبليكيشن والسايد افكتس بتاعه البريماتوريتي اللي احنا خدناها قبل كده. اوكي اصل انت تعرفي منين يا حبيبتي كورتيزون ده زي ايه بروفيلاكتيك لكن هل هو فعلا يعني بيجيب ايفكت ولا لا؟ بيجيب فاريبل ديجري اوف ايفكتس على حسب البيشنت او الريسبونس بتاع البيبي وفي نفس الوقت برده ما تضمنيش ان هو 100% ايفكتيف خلاص. فانت بتدي ان ترايل بس اللي هيبقى مش ان ترايل وهيبقى كونفيرماتوري ان الجيستيشن ايج بتاعه يبقى خلاص تيرم او تبقي انت بقى يعني ما قدامكيش غير كده لانه في الكونديشن لازم اعمل ترمينيشن يبقى انت جاستيفايد ايفن لو البيبي يحتاج حضانه يبقى خلاص بس كان لازم ان انا انزله. لكن تخيلوا لو البيبي يحتاج حضانه وانت منزلاه بدري عشان بس ان هو يتولد من تحت فطبعا ده مش عذر كافي لان المهم ان هو في الاخر يبقى فيه سيف ام وسيف بيبي يعني هو ده الهدف بتاعنا انه الاثنين يبقوا سيف. اوكي هي كلمه الترم دي بعد 37 بعتبرها 37 ولا يعني ترم يعني كومبليتد 36 اسبوع يعني 37 بس باستثناء الموضوع الماكروسوميا ده بتخليه ممكن يكمل عادي يعني لا هو ترم يا جماعه يعني انا قصدي دلوقتي هو طالما ترم وعندك يعني الاسسمنت اوف فيتال ويلبينج او كده ما كانش حلو خلاص يبقى كده يعني بتعمل له ترمينيشن لان انت مش محتاج انك انت تستنى اكتر او ترم يعني هو فوق 36 اسبوع. انت قصدك يعني طالما ان هو بقى كومبليت 36 اسبوع ليه في الماكروسوميا ما عملوش برده اندكشن؟ عشان هنا ممكن يبقى دايباتيك فبالتالي يبقى برده الترم الماتوريتي بتاعته بالظبط كده الماتوريتي بتاعته تبقى لسه مش ريتش او اللونج ماتوريتي بتاعته تبقى لسه مش ريتش لان اصلا الدايباتيكس حتى لو هم ترم ممكن يبقى عندهم ار دي اس استثناء يعني حاله دي تقريبا اوكي كومبليت 36 احنا لو نقول 36 او 34 او 32 ما هو كل اسبوع يا جماعه ليه بدايه ونهايه بيبقى قصدنا ايه؟ بنبقى قصدنا كومبليتد بنكتبها 36 او بنكتبها 32 33 مش 32 في اولها 32 قصدنا كومبليت 32 كومبليت 36 كومبليت 24 اسبوع كومبليت 28 اسبوع بس ما بنكتبش كلمه كومبليت لان هي باي ديفولت بتبقى ان هي كومبليتد هذا ال 40 اسبوع كومبليت 40 اسبوع 42 اسبوع يعني كومبليت 42 اسبوع ده ايه بقى؟ يعني ايه الترمينولوجي بتاعه؟ ترم ما هو 40 اسبوع ده ترم خلاص ما انت باي ديفينيشن 40 اسبوع 40 اسبوع يعني كومبليتد 40 اسبوع من كومبليتد 40 لكومبليتد 42 اللي هي بدايه ال 43 ده يبقى اسمه باس ديت. اوكي في ناس تقول لك باس ديت ده من يعني من 40 لحد 41 لكن معظم الكتب متفقه على ان الباس ديت ده او اللي هو بيبقى زي بوست ماتيور اللي هو من كومبليتد 42 اسبوع. اوكي عشان كده لما قلت لكم مثلا 43 اسبوع هو كومبليت 43 اسبوع اللي هو عند 44 اسبوع بيبقى عندنا انهايدرانوس ماشي. فكل حاجه كل ما بنقول الاسابيع دي يا دكاتره بيبقى قصدنا ان هي كومبليت مش ان هي بس ريتش مش ان هي يا دوب وصلت لهذا الاسبوع لا هي كومبليتد هذا الاسبوع. فعند الترم او 36 اسبوع يعني كومبليت 36 اسبوع اللي هي بدايه 37 اسبوع. في سؤال يا جماعه؟ هنستنى لحد ما هي توصل ماتيورتي اللي هو ال 40 اسبوع كويس او ان هو يبقى عندنا كومبليكيشن. بس خلي بالكوا لو هي ان كنترول ما هو برده لازم كل الفاكتورز تبقى في دماغنا. هو هنا لو هي ماكروسوميا
انا مش عايزه لخبطكم بس عايزه تبقوا انتم متخيلين ده لو هي ماكروسوميا معناها كنترولد ولا ان كنترول دايبيتس ان كنترول دايبيتس يعني ممكن من ضمن الكومبليكيشنز تبقى ايه انتراترين فيتال ده سادن انتراترين فيتال ده فبرضو بتشوف ان هو يعني طب دلوقتي بقى احسن اولدها عن 37 اسبوع ولا استنى احنا في الدايابيتس بنستنى لو هي كنترول فممكن نستنى حتى لحد 40 اسبوع لكن لو هي ان كنترول دايابيتس انا مش عارف اعمل لها كنترول كويس ممكن انك انت تروح اعمل لها ترمينيشن عند 37 اسبوع عشان ما يجيلهاش سادن انتراترين فيتال ده يعني انا قصدي ايه هي بتختلف من حاله انت بتبقى عارف المهم في الحاجات دي في الاوبستريكس بالذات تبقى عارف الكونسبت بتاع كل حاجه ايه الدروباك وايه البروز اند كونز بتاع كل حاجه وفي الاخر لما ادي لك حاله هو من الهيستوري بتاع العيانه ومن اللي هتقوله لك ومن الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج انت هتقدر توي وتشوف انت الريسك اكتر في ايه في انك انت تكمل ولا في انك انت تستنى وتراست انك انت اصل دي حاجات دي انت هتبقى محتاج تعملها في الفيلم الكونديشن بتاعه الام كنترولد ولا لا الكونديشن بتاعه البيبي كنترولد ولا لا الاوبستريك انديكيشن بتاعتي يعني كلها ايتمز كده لازم تعمل لها فولفيلمنت في دماغك عشان في الاخر تقول تاخد ديسيجن ان انا لا اكمل ولا استنى يعني ما فيهاش الجوريزم اللي هي بصي قولي لنا اي جي ار قبل كذا نعمل كذا قبل بعد كذا نعمل كذا لا ما فيش الجوريزم كده لان ممكن فاكتورز كتير كونتريبيوتنج فاكتورز تيجي وتاثر على هذا الالجوريزم المفترض ان احنا نعمله لانه في هندردز في مش بس هنبدا مليونز بوسيبيليتيز ان هي ممكن تخش لك ما تبقاش عارف انك انت في الاخر ايه هو ده فعلا الالجوريزم اللي انا هفولو ولا لا على حسب الكونديشن بتاعه العينه عشان كده نوينج الكونسبت is far more important عن putting algorithms بقى في صفحات كتيرة وفي الاخر انت تتوه في النص يعني وبعدين تلاقي ان في حاجات controversial ده متضارب مع ده ازاي ايوه لان هنا كان قصده لو في حاجة تانية contributing بس ما كتبهاش لكن هنا مش عارف ايه فانت بس تبقى عارف الكونسبت تبقى عارف الكونسبت اللي هو لازم نعمل assessment of fetal well-being ونشوف مدى severity of assessment يعني هو اعمل termination immediate termination ولا within 24 hours termination الكونديشن بتاعت الام وهاو سيفير ات از ان انا لازم برضو immediate termination ولا within 24 hours ولا ممكن ان انا اعمل continuation وعندي obstetric indication ولا لا يعني كل ده بيبقى الكونسبت اللي انا بحطها في دماغي عشان اقدر ان انا اخد decision في الاخر في سؤال يا دكاتره في large for gestational age طيب في الاثنين النهارده في امتحان هتلاقوه في المكتبه اللي هو بتاع الابنورمال ليبر اللي هي ابنورمال يوتراين اكشن ورابتشر اوف ميمبرينز والبري تيرم وكده موجود في المكتبه هاخده منكم النهارده الاربع هاخده منكم ان شاء الله يوم السبت باذن الله شكرا يا دكتور